صباح الهنا صباح الرزق ومنتصف الاسبوع 10 الصبح في الاهلي، والنهارده اكيد معانا يعني ضيوف مختلفين ومعانا كمان اخبار تهم حضراتكم جدا. واخبار الساعه زي ما بيتقال كده كل كام يوم لازم يبقى فيه خبر ما شاغل السوشيال ميديا وشاغل الصحف العالميه المختلفه، وده معانا وهو خاص تحديدا بميسي. هنخش في التفاصيل كلها بس طبعا على مدار الحلقه. بونجور يا كيمو. بونجور جدا، صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم ومشاهدينا في كل مكان في العالم، واهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. معلش احنا بنعتذر لحضراتكم ما عندناش اي كاس معانا النهارده، لان بالصدفه امبارح ما كانش في اي بطوله والا كان فاز بيها النادي الاهلي وكنا جبنا كاس. حلوه. اصل احنا كل يوم اللهم صل على النبي لما داخلين بنطل على الناس الطله الاولى وفي كاس كده مزين الاستوديو. رياضات صحيح مختلفه حقيقه. وعلى ذكر الرياضات المختلفه، احنا النهارده في الساعه الثانيه من حلقتنا النهارده وتحديدا في الفقره الحواريه الاولى هنتكلم عن ابطال مصر في العاب الصالات وكمان الابطال البارالمبيين. ده هيكون حوار مع الاستاذه فاطمه التبعي الناقده الرياضيه اللي هتنورنا في الفقره الاولى. والفقره الثانيه هنتكلم فيها عن كره القدم العالميه مع احمد السعداني طبعا المحلل الرياضي اللي بنسعد دايما بوجوده معانا في البرنامج. طيب بص بقى، انت معكش خبر خاص ببطوله جديده بس انت معاك خبر حلو جديد، وده يعتبر برضو انجاز كبير. وهنقول بدايه مبروك لكل الاهلاويه. احنا بنتكلم كابتن محمود الخطيب اعلن موعد افتتاح فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس ان شاء الله هيكون يوم 1/6. هو قال كده تحديدا كابتن محمود، قال هذا الفرع بيحمل رقم 4 بعد الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد ولن يكون الاخير. واضاف كمان ان الاهلي قيمه تاريخيه ووطنيه ورياضيه منذ نشاته عام 1907 وبمسانده اعضاء وجماهيره وكل المحبين سوف يظل باذن الله رقم 1 واعظم نادي في الكون. هو كمان وجه، خليني اقول لحضراتكم، يعني الشكر لمؤسسات الدوله وقيادتها على دعمها ومساندتها للكيانات الناجحه، سواء بنتكلم هنا كيانات يعني رياضيه او غير اكيد رياضيه. خلينا نسمع جزء من كلمه محمود الخطيب، بس قبل ما نروح خلينا نقول مره ثانيه مبروك. هذا الفرع كان يعني اعتقد ناس كثيره جدا بتطلب ان هو يكون في فرع تحديدا في التجمع الخامس. صحيح. ناس كثيره كانت منتظره كمان الفرع ده يا كريم هيبقى شكله عامل ازاي، هيقدم ايه، هل هيبقى مساحته كبيره زي ما كنا بنسمع ولا لا، طب الاشتراكات عامله ازاي، كل ده بيتم، كل ده هنطلع حضراتكم اكيد عليه من دلوقتي على مدار كمان الايام اللي جايه اللي يحب اكيد تفاصيل اكتر. خلينا نسمع كلمه كابتن محمود ونرجع نكمل. كبير جدا 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 جدا، الاهلي بيجي دايما في المقدمه ودايما الاهلي رقم 1 باذن الله. كلنا مع بعض هنبني الاهلي سوا وهنحافظ على الكيان العظيم ده اللي مقصود دايما منه اللي يكون في المقدمه، لان ده قدره ودي طريقته اللي مش ممكن يحيد عنها ابدا. طريق الانتصارات والبطولات والتاريخ اللي بيصنعه كل يوم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا في نعمه كبيره جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوايا. ويفضل النادي الاهلي باذن الله في المكانه اللي تليق بيه، بتاريخه، بقيمته، بجماهيره، باعضائه. النادي الاهلي فعلا قيمه تاريخيه، قيمه رياضيه، قيمه وطنيه. القيمه التاريخيه من 1907 وتاريخ النادي الاهلي يشهد على كل السنوات الكتير اللي عدت في تاريخ النادي الاهلي 116 سنه لغايه النهارده يعني. القيمه الرياضيه واضحه الحمد لله رب العالمين في انجازاته، في بطولاته، في كل المحافل الرياضيه اللي بيشترك فيها، في كل الالعاب. النادي الاهلي ليه دور كبير جدا في تحقيق الكثير منها من انجازات وبطولات كبيره الحمد لله رب العالمين. القيمه الوطنيه بقى، أساس النادي الأهلي وتاريخ إنشائه هو أساسه وطني. أساس النادي الأهلي النهارده مش بس النادي الأهلي ليه دور في المحافل الرياضية وفي الرياضة، لا، النادي الأهلي ليه دور مع بلده، ليه دور مع وطنه، مع شعبه. إن النادي الأهلي بتاريخه بإنجازاته ديت لازم إن يكون ليه دور في زيادة المساحة الرياضية من البناء. النادي الأهلي كمان ليه دور في جوانب تنموية كتير جدا لازم النادي الأهلي يكون ليه دور فيها ويقوم بيها. بيساهم في الاعمار والبناء، كمان بيخلق فرص عمل الحمد لله كتيره من خلال
المنشآت الرياضية كتير النادي الأهلي بيقوم بيها الحمد لله رب العالمين. فرقة التجمع منشأة رياضية إن شاء الله بإذن واحد أحد هتسعد كل أهلاوي وكل محب لهذا النادي العظيم. مساحة النادي 50 فدان، التكلفة عدت 1,500,000,000 جنيه كثمن أرض ومباني. المرحلة الأولى اللي الحمد لله اكتملت بالكامل تمثل أكثر من 80% من مساحة النادي، وتعامل النادي كله بالشكل اللي حقيقة يليق بالنادي الأهلي بقيمته بتاريخه بأعضائه وجماهيره، اعتقد الناس كلها تسعد بيه بإذن واحد أحد إن شاء الله. كمان حابب أشكر كل مؤسسات الدولة الوطنية وقياداتها لأنهم فعلا بيقوموا بمساندة والمساعدة في كل الكيانات الناجحة في مصر، سواء كانت كيانات رياضية أو غير رياضية. فرع التجمع هو الفرع الرابع في القاهرة الكبرى، فرع التجمع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. النادي الأهلي على مدار تاريخه يعني جيل بيسلم جيل، ومش ده الفرع الأخير بإذن الله، إن شاء الله يكون هناك فروع أخرى سواء داخل القاهرة الكبرى أو خلال محافظات بلدنا الحبيبة مصر. دلوقتي أنا يمكن باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في النادي بنعلن موعد الافتتاح الرسمي لفرع التجمع الخميس 1/6/2023 بإذن الله وعلى بركة الله. النادي الأهلي بمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين لهذا النادي هيفضل بإذن الله أعظم نادي في الكون. النادي الأهلي تاريخ، مبادئ، تطوير. الحقيقة فرع النادي الأهلي الجديد بتجمع الخامس حاجة محترمة جدا، حاجة فاخرة جدا، إن شاء الله يكون يعني إضافة كبيرة وكبير ومحترمة لفروع النادي. بإذن الله كمان هيكون زي بقية الفروع خط إنتاج لأبطال مستقبليين في رياضات مختلفة. أنت عارف إحنا على قد ما نقدر النادي الأهلي بيحاول إن هو يكون موجود في كل منطقة، مش هقول بس يعني هقول كل محافظة كمان موجود. إحنا طبعا رحنا وكنا موجودين كمان في الأقصر وغيره وغيره من الأفرع المختلفة للنادي الأهلي، وعايز أقول لحضراتكم يعني القصة كلها في الأول وفي الآخر هي خدمة الأعضاء. جماهير النادي الأهلي أو كمحبي النادي الأهلي إن أنا أكون بسهل عليهم في ناس ساكنه في مناطق معينه، ما هو برضه خلي بالك التجمع ناس كتير كانت هي اللي بتطلب اصلا ان يكون صحيح. في فرع هناك ده وفقا ل يعني مطلب كان هناك من الاعضاء من محبي النادي الاهلي او من جماهير النادي الاهلي، فعشان كده عملنا طبعا فرع هناك. وطبعا زي ما كان كابتن محمود بيقول ده مش هيكون الاخير، مساحه كبيره جدا بتتكلم في 50 فدان يا كريم. طبعا الشروط بقى الاشتراكات والحاجات اللي زي كده احنا برضه كنا اتكلمنا فيها قبل كده بس اكيد هنعرضها لحضراتكم مره ثانيه. بس مبروك علينا، حاجه كويسه جدا. ناس كتير كانت بتسال امتى الافتتاح الرسمي؟ ان شاء الله يوم 1/6، وهتبقى فيه تغطيه شامله كمان هتغطيها اكيد قناه النادي الاهلي. عايز اقول لك الشطات اللي متصوره تصوير جوي اللي شفناها في التقرير ده تحس ان انت بتتفرجي على سبا منتجع. والله منتجع حقيقي بجد، والله يعني حاجه قريه سياحيه فاخره، وان شاء الله كل رواد النادي الاهلي وكل اعضائه يسعدوا بهذه الاضافه الكبيره. تعالوا بقى نروح للنادي الاهلي وهيحصل ايه النهارده. ان شاء الله بعثه النادي الاهلي هتسافر تونس اكيد استعدادا لمواجهه الترجي في مباراه الذهاب بنصف نهائي مسابقه دوري ابطال افريقيا. الكلام ده هيكون يوم الجمعه الجايه ان شاء الله 12 مايو باستاد رادس. مجلس اداره النادي الاهلي كلف الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره برئاسه بعثه الفريق، وبرده امبارح الفريق ابتدى تدريباته، ومستر كولر عقد جلسه مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق طبعا على هامش الميران الجماعي عشان يعرف منه تفاصيل الحالة الطبية للاعبين وحالة المصابين منهم بصفة خاصة. قال له انه اكرم توفيق بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي، وانه يعني بيحرص تقدم ملحوظ وفقا للجدول الزمني المحدد ليه من الطبيب اللي كان اجرى ليه جراحة الرباط الصليبي للركبة. كمان عمرو السولية ابتدى يشارك في التدريبات الجماعية للفريق، وقال الدكتور ابو عبلة ان السولية انتهى بالفعل من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الاصابة اللي كانت عرض لها في العضلة الخلفية. كلام جميل. نروح بقى لان برضو خبر حلو ان احنا نتكلم عن
احتفال كبير لبطوله كبيره النهارده. النادي الاهلي تحديدا هيشهد حفل افتتاح بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد رجال وسيدات، المقرر المفروض ان هي هتكون بصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر طبعا النادي بالجزيره. طيب امتى هتكون؟ من يوم 9 النهارده لغايه يوم 18 مايو. بطوله مهمه جدا، بطوله كبيره جدا، تغطيه اعلاميه من كل انحاء العالم، استعدادات على اعلى مستوى، سواء بتتكلم في يعني الترتيبات الخاصه بتدريبات الفرق المشاركه وكافه الامور كمان المتعلقه بالاقامه، لوجيستكس والانتقالات والحاجات دي كلها. وفي الاول وفي الاخر شيء جميل واكيد بيدعو للفخر ان انت يا كريم بيتم اقامه بطوله داخل النادي الاهلي، بطوله كبيره زي كده. فعايزين نقول كمان البطولات اللي بتقام في افريقيا اعتقد ان هي يعني اصبحت لا تقل تميزا بجد لو انت جيت قارنتها من ناحيه التنظيم وغيره والتغطيه الاعلاميه والبنيه التحتيه وغيره عن البطولات اللي بتقام في اوروبا. ممكن حد يطلع يقول لك دلوقتي لا لسه في فرق كبير، لا هو ممكن يكون في فرق بس مش كبير، ده اللي نقدر ناكد عليه دلوقتي بالادله وبالصور بالإثباتات وبالواقع. خلينا نقول نتمنى ان كل الانديه ان شاء الله تجتهد للوصول بالبطولات الافريقيه كمان لاعلى المستويات، هو ده الامل بتاعنا، وان يصل كمان الاهلي لو هنتكلم تحديدا لمنصه التتويج وكمان اكيد حصد اللقب. طيب في هنا كمان حاجه لان ناس كتير كانت بتتكلم عن تحديدا، انت عارف في ناس تتفائل باستاد، تتفائل بصاله لعب معينه، صاله الامير عبد الله الفيصل تحديدا هي ناس بتتفائل بيها لان هي كانت استضافت كمان يوم الاحد اللي فات مباراه نهائي كاس السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك وتوج الاهلي فيها باللقب للمره الثالثه في تاريخه. فاعتقد برضو لو احنا هنتكلم بقى وشها حلو، لا هي وشها حلو جدا، حجز كمان مقعده في بطوله كاس العالم يعني للانديه السوبر جلوب. فبالنسبه للبطوله كمان بتضم مجموعتين، بنتكلم كل مجموعه خمس فرق وخمس فرق تقال، فبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. تعالوا بقى نروح لسيدات الاسكواش المصريات اللي في سيطره منهم بشكل شبه كامل على التصنيفات اللي دايما بتتعمل بشكل دوري لترتيب اللاعبات الاهم على مستوى العالم. اعلنت رابطه محترفي الاسكواش طبعا التصنيف الجديد لسيدات الاسكواش اللي شهد طبعا تصدر نور الشربيني للتصنيف مره اخرى بعد غياب من اول مارس 2022. احتلت نوران جوهر المركز الثاني لاول مره بعد تصدرها للتصنيف لمده 57 اسبوع متتالي، بينما استقرت هانيا الحمامي في المركز الثالث. كمان حافظت نور الطيب على تواجدها ضمن افضل 10 لاعبات حيث انها تحتل المركز السادس، بينما تراجعت روان العربي للمركز ال11 لتخرج خارج قائمه افضل 10 لاعبات لاول مره هذا العام. اسم تاني كبير جدا نتكلم عن التنس بقى، نجمة التنس المصري والعالمي ميار شريفي عندها تقريبا 27 سنة، تقدمت من أو للمركز ال 43 في التصنيف الدولي للعبات التنس بنتكلم المحترفات، ده للمرة الأولى في مشوارها. هي نجحت إن هي تعمل إيه بقى؟ قفزت 16 مركز، إحنا بتتكلم دفعة واحدة من 59 ل 43 عالميا بعد النتائج المميزة جدا جدا ليها في بطولة مدريد ماسترز الأخيرة، وبلغها بنتكلم للمرة الأولى دور الثمانية، فحاجة محترمة جدا. ألف مبروك لينا، مش هقول ألف مبروك ليها، ألف مبروك لينا. سبق كمان إن هي وصلت للمركز ال 44 قبل كده عالميا في كان العام الماضي، وقبل كمان للأسف لما تتعرض للإصابة في بطولة رولان جاروس، يعني كانت غابت وقتها من الملاعب عشان ترجع بعد كده للترتيب 66 وبعد كده حاجة و70 74 بعد كده لغاية المركز الحالي اللي هو 49، فأعتقد 43 عفوا، فأعتقد دي حاجة برضو انجاز كبير. طبعا طبعا ما فيش شك، ومن من اللاعبات اللي يعني ابتدينا نسمع اسم مصر في المحافل التنس العالميه من خلالها بالظبط، فاكيد بنتمنى لها كل التوفيق. خلونا بقى نعرف درجات الحراره النهارده في محافظات مصر المختلفه وصلت لكام ونرجع نكمل. اتفضل. طيب اخبارنا اكيد لسه ما خلصتش، لسه معانا اخبار كتيره جدا بس بعد الفاصل. عودة لعشرة صفحة الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. تعالوا بقى نقول لكم على آخر الأخبار والمستجدات. مبدئيا كده كانت نهواندا قالت لحضراتكم في مقدمة حلقتنا النهاردة أن عندنا شوية حاجات تخص ليونيل ميسي، والحقيقة عندنا حاجات تخصه لأن في شوية مستجدات بخصوصه. طبعا توج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل رياضي في العالم للمرة الثانية في مسيرته، متفوقا على العديد من نجوم الرياضة. بالمناسبة هي جائزة بتمنح لرياضي العام بشكل سنوي، وبيتم فيها اختيار أبرز الرياضيين من كل الرياضات، الناس اللي هي حققت إنجازات فريدة على الصعيدين الفردي والجماعي، وكمان الناس اللي كان ليها تأثير كبير في محيطهم. ميسي كان بيتنافس على هذه الجائزة مع أسماء ثقيلة هي الأخرى، كيليان مبابي، مين تاني، رافائيل نادال، ستيفن كاري. وبيأتي تتويج ميسي بهذه الجائزة بعد ما فاز طبعا برفقة المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم قطر 2022.
طب ده شق من خبر ميسي. الشق الثاني اللي كان متداول بشكل كبير قوي يا كريم ومحدش عنده معلومه لسه مؤكده برضه، خلينا نقول لحضراتكم، لان لما يبقى في معلومه بتبقى من المصدر، ما فيش اي معلومات لسه من المصدر، كلها تكهنات. وخلي بالك من حاجه، دايما فتره الانتقالات الصيفيه او الشتويه وانتهاء التعاقدات بيبقى فيها نفس الكلام ده. صحيح. تلاقي رومرز طلع، تلاقي كلام طلع، تلاقي اقاويل، منشطات صحفيه، تلاقي برضه صحف كبرى بتكتب حاجات الى حد ما ممكن ان انت تصدقها، ولكن يعني في اخر الامر ممكن تكتشف ان في الاخر ممكن يكون اللاعب نفسه وكيله هو اللي بيروج. حصلت قبل كده على سبيل المثال، وحضراتكم اكيد عارفين قصدي على مين. فكلام كتير جدا مؤخرا عن ميسي في الصحف العالميه يومين اللي فاتوا ان احنا سمعناهم، وهل بقى هو هيروح وهينتقل للدوري السعودي ولا لا؟ سمعناها على خفيف الفتره اللي فاتت، لكن زادت قوي قوي الفتره الاخيره. والكلام كمان ان موافقه ميسي على عرض الهلال الى حد ما ممكن تكون الموسم المقبل، يعني بقى في تلميح ان ممكن ميسي يقبل ان هو ينتقل الموسم المقبل للدوري السعودي ولفريق تحديدا الهلال السعودي، بعد عدم او يعني فكره الاستقرار على عدم تجديد عقده مع يعني بي اس جي. المفروض عقد ميسي مع باريس سان جيرمان هينتهي بنهايه الموسم اللي احنا فيه، الموسم الجاري، وما فيش اي اتفاقات على ان هو هيجدد ولا لا. صحف اسبانيه طلعت قالت لك لا، ميسي ابدا موافقته على الانتقال للهلال. صحف اسبانيه، وصحف اسبانيه يعني لها برضو قيمتها، مش صحف صفراء لا. وده اللي كان غريب، قالت لك لا، هو ابدا رغبته في الانتقال للهلال او موافقته على الانتقال لنادي الهلال، وان هو يلعب من بدايه الموسم القادم بعد ما عقده يخلص يعني مع بي اس جي. طيب هل الكلام ده يعني مقابل راتب كبير؟ قال لك لا، لسه قيمه الراتب اللي هيحصل عليها مفيش مصادر بشانها، بس اكيد اكيد لو هيكون ده حقيقي هنلاقي رقم ممكن ما نبقاش عارفين نقراه من كتر الاصفار اللي في اخره يعني ممكن يوصل بينا الامر احنا مش نعرف نقراه. يعني في مصادر اعلاميه اخرى بقى فرنسيه وبرضو اسبانيه صرحت ان انتونيلا زوجة ميسي هي قالت او رحبت ان هي ممكن جدا تروح وتعيش في السعوديه، ما عندهاش اي مشكله. كده بارت بقى، كده بارت للبيت. خلاص لو انتونيلا وافقت يا كريم يبقى كده ميسي رايح السعوديه، زي ما اتقال برضو وقت انتقال كريستيانو رونالدو نفس القصه برضو شويه يعني بس على فكره في ناس برضو بتربط امور ببعض. يعني ممكن من ضمن التكهنات اللي اتكتبت في جرايد كتير ومواقع كتير تكون مبنيه على برضو فكره الزياره الاخيره اللي ما جابش سيرتها خالص ليونيل ميسي لبي اس جي وراح فيها المملكه العربيه السعوديه، قال لك بس ده رايح يفنش العقد. بص الكلام قبل حتى الزياره دي، هو المفروض وضح ان الزياره دي ليها علاقه بحاجه لترويج السياحه، يعني حاجه هو زي سفير في السعوديه، حاجه لجزء بيعملوا كبروباجندا او سياحه ماركتنج يعني. فده ملوش علاقه كان بان هو موجود هناك عشان يشوف عقود او ياخد عرض او يتعرض عليه عرض او يتناقش في عرض. ده اللي اتقال، وهو طلع بفيديو بعد كده اعتذر على ان هو سافر. طبعا. كلنا شفناه طبعا، انتشر بشكل كبير جدا. بس على كل حال، هل ميسي ممكن، يعني خلينا نقول ان ده possibility، هل تعتقد ان هو ممكن في التوقيت ده يروح ويكون بيلعب فعلا في نادي الهلال، يعني ينهي مسيرته بمعنى اصح في الدوري السعودي ايضا؟ والله بصي، ما هو اللي يسري على كريستيانو رونالدو برضو كظاهره كرويه ممكن. وناس كتير قوي كانت وكان مندهشة. غير متوقع، كانت ناس مندهشه من مجرد فكره ان هو ينتقل لدوري شرق اوسطي او خليجي او عربي. قال لك من حيث المبدا كده تتكلموا في ايه، وقد كان في نهايه المطاف. وارد جدا ان الكلام ده يحصل كمان مع ليونيل ميسي، وخصوصا ان كان في برضو ضمن التكهنات او الكلام اللي كان بيتقال الفتره الاخيره، يقال والله اعلم ان الراتب بتاعه هيبقى ضعف الراتب بتاع كريستيانو رونالدو، وهيوصل ل 450 مليون في السنه. مليون ايه بقى؟ ايا كان ايا كان لا يفرق معايا مش مهم كتير مليون انهي مليون فيهم يا ستي يوان سيدي مش وحش ايا كان. لا طبعا يعني اكيد ارقام فلكيه، والا الناس دي ما كانتش حتى هتفكر مجرد التفكير في هذا الانتقال. بالمناسبه الفيديو اللي بتكلم عنه نهاوند يعني نتج عنه انه برضو من ضمن الحاجات اللي كانت ملفته لنظر الجماهير في الفتره الاخيره ظهور ميسي والمشاركه في تدريباته مع فريق بي اس جي في الفتره الاخيره، طبعا بعد ما كان معاقب بالايقاف لمده اسبوعين بعد ما سافر الى المملكه العربيه السعوديه بدون اذن، وده طبعا كان يعني شيء مش متوقع بالنسبه لهم. فبالتالي كان في مش هنقول تعصب، بس كان في اصرار على معاقبته. لكن بعد هذا الفيديو اللي اعتذر فيه ميسي طبعا لاداره نادي بي اس جي وجماهير بي اس جي على سفره الى المملكه العربيه السعوديه بدون اذن، المهم انه رجع مره ثانيه يشارك في التدريبات. وامبارح نشر الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صوره لميسي وعلقوا عليها انه عاد ليو الى التدريبات.
لو بالفعل صح قرار انتقال ميسي من الدوري الفرنسي إلى الدوري السعودي، سيصبح دوري المملكة العربية السعودية أشد منافسة وقوة أكتر من أي وقت فات، خصوصا بعد كمان انضمام أكيد كريستيانو رونالدو لفريق النصر. وفي حال انتقال ميسي للدوري السعودي أعتقد هتبقى أعلى وأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم على الإطلاق. عموما أدينا هنقعد ونشوف وهنسمع وهنعرفكم. طيب احنا كده انتهت اخبارنا، ولكن لسه عندنا موضوعات كتير هنفتحها ونتكلم فيها في كل تفاصيلها مع ضيوفنا اللي هينورونا ان شاء الله في الساعه الثانيه من حلقتنا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نستقبل يعني اول ضيوفنا في اولى فقرات الحواريه، خليكم معانا. طيب النهارده انطلاق زي ما حضراتكم كنتوا بتسمعونا في المقدمه بتاعتنا بطوله جديده لرجال يد الاهلي، وطبعا بطوله كاس الكؤوس، كمان نتكلم رجال وسيدات، هنتكلم في كل ده، وهنتكلم كمان عن استعداداتنا واستعدادات ابطالنا البارالمبيين، لان دول فئه زي ما كنا بنتكلم انا وكريم وهنفضل نتكلم عنهم، يعني فئه بتشرفنا وهي اللي بتجيب لنا البطولات والميداليات الاكبر عددا، فلازم كمان نعرف استعداداتهم من دلوقتي. خلينا نرحب بضيفتنا العزيزه جدا الناقده الرياضيه اللي منورانا فاطمه التابعي. صباح الهنا. صباح الهنا، وسعيده جدا ان اكون معاكم النهارده. ده بيتك على فكره اصلا، انت كنت بتشتغلي هنا يعني. دي اول مره ضيفه، بس هو فعلا بيتي الاهلي في العموم بيتي. انت احنا بسعاده بوجودك في النهارده، وان شاء الله تكون فقره جميله، ونعرف بقى كمان رؤيتك لكتير من الامور والملفات الجميله الحقيقه اللي حصلت في الفتره الاخيره. يعني هنقف بدايه كده عند كره اليد في النادي الاهلي، فرق كرة اليد رجال وسيدات اللي بسم الله ما شاء الله واخدين دوري وكاس، وكمان الرجال خدوا اكسترا عليهم كمان كأس السوبر الافريقي، مما يؤهلهم طبعا للمشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة ان شاء الله باريس 2024. فبداية تعالي نشوف او نحلل ونشوف ايه اسباب هذا التفوق الملحوظ في كرة اليد في النادي الاهلي رجال وسيدات. كرة اليد في النادي الاهلي في العموم يعني تفوقها كان دائم بفترة طويلة، يمكن لكل جواد كبوة يحصل حاجة بسيطة كده في النص، لكن بعد كده بنرجع تاني وبنكمل. السنة دي الاهتمام كان كويس، قدرنا نتعاقد مع مدرب من المتميزين، يمكن احنا شفناه قبل كده مع منتخب مصر وشفنا نتائجه، شفناه في المجر، هو من أفضل المدربين على مستوى العالم، مش على مستوى الإسباني بس أو على مستوى أفريقيا الفرق اللي ضرب فيها، لا هو من أفضل المدربين على مستوى العالم. فكان النتيجه اللي احنا شفناه ده غير تجديد الدماء والفريق بقى اكثر شبابا، في حاجات كتيره يعني. ده بصرف النظر طبعا عن ان المهندس خالد العاضي مدير النشاط الرياضي في الاهلي هو بطل كره يد قديم. طب بصي يعني كابتن خالد العاضي، انا كان في حوار امبارح تحديدا، كان في مكالمه يعني كنت بتكلم معاه وكنت بقول له على فعلا يعني ما شاء الله كؤوس اللي عملت تيجي والبطولات اللي عملت تيجي والطفره اللي حصلت. هو برضو لما تيجي تتكلمي معاه كده يقول لك انا ما عملتش حاجه، ده شغل الناس الموجوده، قاعده الناشئين عندنا في التزام وغيره، في سيستم معين، فالجماهير دايما بتساند وبتخلي يبقى في حافز اكتر وبتساعد بشكل كبير كمان في حصد بطولات مختلفه زي ما حضراتكم عارفين في كل الرياضات بالنادي الاهلي. ف ما تعرفيش تحطي ايدك على فين، لكن زي ما كريم بيتكلم فعلا في طفره كبيره، في تطوير كمان في الاداء بشكل كبير. تحسي برضو يا فاطمة ان المنتاليتي اصبحت منتاليتي محترفين، يعني فكرة اللاعب المحترف دلوقتي بقت موجودة في النادي الاهلي كفكر كمان بشكل كبير، اللي هو المحلي، يعني لاعب محلي بفكر محترف، ده ما كانش موجود على فكرة ومش موجود بشكل كبير في النوادي التانية، مش موجود في اي حتة تانية غير في النادي الاهلي. دايما البداية والانطلاقة بتبقى من النادي الاهلي. فعلا المنظومة متكاملة، يعني مش احنا بس لو اتكلمنا عن الاهلي مش هنتكلم عن كرة اليد بس السنة دي. بالزبط. احنا نفس الحكاية كرة السلة، يعني احنا كل العاب الصالات ما شاء الله. يعني احنا بنتكلم في الاهلي تاهل لكاس العالم للانديه في كره اليد، قبليها بيوم تاهل لنهائيات بطوله البال في كره السله اللي ان شاء الله نستطيع الحصول عليها ونتاهل برضو لكاس العالم للانديه في كره السله. فيعني ده كله نتاج لاهتمام مجلس الاداره بالنشاط الرياضي، اهتمام المنظومه كلها، تكامل المنظومه كلها. طبعا احنا بنتكلم في صاله الامير عبد الله الفيصل في الاهلي، وش سعد وجمهور الاهلي اللي بيملأ الصاله دايما، يعني دايما المنافسين دايما المنافسين لما بيجوا يلعبوا في البطولات في صاله عبد الله الفيصل بالذات بيقولوا ان الصاله بتترج تحت رجليهم من صوت الجماهير بس. طبعا طبعا برضو ماتش كاس السوبر الافريقي كان قوي جدا، وكانت نهايه سعيده طبعا بالنسبه للاهلاويه وجماهير النادي الاهلي في كل مكان. شفت ازاي اللقاء الختامي ده؟
المباراة ما كانتش سهلة أبدا، المباراة صعبة، وخصوصا أن الأهلي يعني حصل على الدوري والكاس، والزمالك مش من عادته أنه يخسر كل بطولات الهاندبول في سنة واحدة، فكان المباراة صعبة جدا. الفريق المنافس عنده هدف قوي جدا للفوز لأنه عاوز يعوض اللي فاته، والأهلي عنده إصرار على أنه يكمل الرباعية إن شاء الله، اللي احنا دلوقتي ثلاثية دوري وكاس وكاس السوبر الأفريقي، وإن شاء الله رباعية تكمل بكاس الكؤوس الأفريقية بإذن الله. فالمباراة ما كانتش سهلة جدا، يمكن حتى بعد ما الأهلي فرق في الأول ابتدى الزمالك يرجع شوية، لقينا ديفيد ديفيس كامارا بسرعة لم لعبته وقت مستقطع، ادى تعليمات اللعيبة نفذوها على أكمل وجه، فرجع الماتش تاني زي ما كان ملك للأهلي، والنتيجة كانت الفوز الحمد لله. وده طبيعي يعني مع مدرب كبير ولعيبة على مستوى احترافي جيد، احنا بنتكلم في لعيبة كلهم لعيبة منتخبات ما شاء الله على مدار سنوات عمرهم كلهم. احنا بنتكلم في 14 بطولة اجمالي تقريبا للأهلي عن اقرب منافس الزمالك 4. صح كده 14 ل 4. كمان احنا بنتكلم اللي يستحقوا الكلام كمان كرة اليد سيدات، انا يمكن مارست اللعبة فما كانش فيه تقريبا لعبة ايامها، يمكن الجيل اللي قبل كده ايام الجيل القديم اللاعبات القدام كانوا بيلعبوا بيشاركوا في افريقيا ومنتخبات وحاجات كتير، فترة بعد كده طويلة جدا يعني سنوات طويلة جدا بعدنا عن البطولات سواء اندية او منتخبات، بعد كده ابتدى يبقى فيه منتخبات ناشئين وناشئات، وبعد كده ابتدى يبقى في منتخب اول بعد سنوات طويله، ودلوقتي الحمد لله يعني الاهلي بيبدا وبيشارك في بطوله افريقيا بينظم وبيشارك. طبعا احنا مش عاوزين نحمل لاعبتنا فوق طاقتهم، لاعبتنا طبعا فوق طاقتهم، يمكن انا مش عارفه الناس شافت نهائي السوبر بتاع البنات كان عندنا برضو اول امبارح. ايوه طبعا. مش عارفه الناس شافته ولا لا، بين بترو اتلتيكو الانجولي واول اغسطس الانجولي، يعني ناس بتلعب في حته تانية خالص، ليفل تاني، واتكلمنا عنها طبعا. وللاسف ما كانوش محظوظين عندنا الفريق، لان في قوه في الفرق دي بشكل كبير، بس يعني ما اعرفش حظنا كده بس هي عدت يعني. لا يعني يمكن فريق البنات ما لسه احنا يعني على المستوى الافريقي بعاد شويه، لكن بالمشاركات وباكتساب الخبرات هنبتدي نرجع تاني يعني نرتفع المستوى. يعني انا لما العب بطوله زي دي وعلى ارضي وسط جماهيري، يمكن المجموعه فيها شويه فرق يعني هي مجموعه صعبه اقل يعني، بالنسبه مثلا المباراه بتاعت النهارده امام الانصار المغربي ممكن تكون اسهل نسبيا من المباراه اللي هتبقى في الاخر امام بترو اتلتيكو الانجولي، دي مش هتبقى يعني مفيش وجه للمقارنه تماما، لكن احنا واثقين في لعيبتنا واحنا عندنا كمان اثنين محترفات. بس انت عندك خلفيه رياضيه بقى، ده كان مدخلك لان انت تدخلي عالم التحليل الرياضي والنقد الرياضي وكده. انا لعبت هاندبول اولا، وبعدين انا من طفولتي يعني والدي كان رياضي فبيصطحبني في كل المباريات، وقلت الاهلي ده عندنا اللي هو النهارده ماتش الاهلي والزمالك باسكت، بكره بتاع الفولي، بعد بكره الهاندبول، فكان دايما موجوده معاه في كل حته. فانا من وانا 7 سنين الرياضه والاهلي كل الحياه، هم كل الحياه. انت لعبتي باسكت كمان؟ لا باسكت ما انا بقى انا لسه كنت يعني انا مش قصدي بس ده لعلمك ده اكثر بلاي ميكر نميس في الباسكت بيبقوا دايما القصيرين، دايما القصيرين طبعا. بس ما لعبتيش باسكت؟ لعبت هاندبول، انا بحبها يعني، انا يمكن اول ما والدي وداني انا كنت موديني العب كوره. اوكي. طب على فكره حبيت الهاندبول، فانا اللي رحت الهاندبول حبيتها يعني. بس حلو ان الاب هو اللي يختار العاب القوه، يعني انا شايفه ان ده حلو جدا. لا يعني هو المفروض يعني انا كنت حاسه ان انا هجري، طب فين الهدف في الاخر؟ انا لوحدي اللي هاخد، بس فكره الجمعيه كانت عندي احلى يعني. طيب تعالي بقى نروح شويه لابطالنا البارالمبيين، ودايما بنقول ان هم في كل مشاركه ليهم في اي دوره العاب بارالمبيه دايما بيرجعوا محملين بكتير جدا من الميداليات، وبصفه خاصه حتى الذهبيه، فعاملين شغل رائع الحقيقه. فاستعداداتهم حاليا بيستعدوا لايه؟ هيشاركوا في بطولات ايه الفتره اللي جايه؟ احنا حاليا من اواخر السنه اللي فاتت ولغايه شهر مارس 2024 ان شاء الله كل منتخباتنا البارالمبيه بتشارك في البطولات الدوليه المؤهله لباريس، اللي هي بتشارك في التصنيف الدولي. يعني احنا دلوقتي التاهيل بيبقى بالرانك الدولي او ببطولات معينه بتبقى مؤهله مباشر لدوره الالعاب البارالمبيه باريس، اللي هي هتكون بعد الدوره الاولمبيه للاسواق مباشره. فدلوقتي احنا بنلعب البطولات دي بقالنا من اخر السنه اللي فاتت لغايه مارس اللي جاي، وان شاء الله بنجمع نقاط للتاهيل. يعني عندنا
نجاحات كتيره كانت من السنه اللي فاتت، يمكن اكتوبر اللي فات مصر نظمت بطوله افريقيا لرفع الاثقال البارالمبي بالنظام الاولمبي. يعني احنا نظمنا البطوله بنفس النظام اللي اتنظمت بيه في اولمبياد طوكيو، وكانت يعني محط انظار العالم كله، وكانت محط اشاده اللجنه البارالمبيه الدوليه ولجنه رفع الاثقال باللجنه البارالمبيه الدوليه اللي كان رئيسها موجود هنا وقال انه حاسس انه موجود في اللجنه البارالمبيه. طيب بصي يا فاطمه، هنروح اسمح لي يا كريم برضو هنروح على التليفون معانا كابتن محمد ابراهيم المدرب العام لرجال يد الاهلي. احنا لازم في قبل اي حاجه نقول كابتن محمد يعني صباح الخير والف مبروك واداء اكثر من رائع والناس كلها فرحانه، فده كده قبل ما نبدا اي حاجه يعني. صباح الخير عليك يا نعمان، صباح الخير على كريم، صباح الخير على فاطمه صديقه عزيزه برضو. الحمد لله والله يبارك فيكم جميعا وان شاء الله الجاي احسن. صحيح. لا بس قبل بقى ما نتكلم في اللي جاي طبعا والبطوله النهارده باذن الله اللي هتبدا، بس خلينا نتكلم شويه برضو عن كاس السوبر الافريقي والانجاز اللي احنا مش بنتكلم بس اللي هو بيتوج اخيرا بالكاس، لا انت وراك كواليس وراك احداث وصعوبات وماتشات وتدريبات وغيرهم احنا يمكن كجماهير مش بنشوفها، لكن اكيد حضرتك عشتها وشفتها واكيد في حاجات احنا حابين برضو نسمعها، لان مشوار النجاح ده لازم برضو نستعرضه للجماهير بتاع النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن محمد. والله الحمد لله، يعني اول حاجه احب اقولها ان اي نجاح او اي حاجه بتحصل هو في الاول وفي الاخر توفيق ربنا وكرمه علينا، ده رقم واحد. رقم اثنين طبعا احنا جينا كان الفرقه نتائج مش احسن حاجه يعني نبقى صراحه. صحيح. لا صحيح. وكان علينا يعني عبء كبير او مسؤوليه، بلاش نقول عبء، مسؤوليه كبيره من اداره النادي مش رياضي ان احنا لازم الموضوع ده يتغير، لان ما ينفعش النادي الاهلي يقعد اربع سنين ما ياخدش الدوري ويبقى بعيد عن المنصات التتويج. فكان في مشروع ومشروع محترم يعني من النادي، النادي امن بيه ودعمونا فيه. اشتغلنا على الجانب الفني والذهني والنفسي، لان طبعا انت متخيل فرقه اما يكون بيحصل فيها اخفاقات لمده اربع سنين بيحصل تاثر نفسيا وذهنيا. طبعا نقطة مهمة جدا، مش بس القصة يعني فنيا ابدا. بالظبط بالظبط، خصوصا ان انت فريق شاب معظمه ناس صغيرين، فانت مضطر ان انت تبقى هو ده الفريق اللي معاك، مش تقدر تغير حد فيه، واحنا كجهاز امنا بيهم وراهنا عليهم والحمد لله. حصل بعض العثرات طبعا، ان في حصل عندنا اصابات في حوالي اربع او خمس لعيبة اتصابوا في السكواد بتاعنا، كان في محترف مش على قد المستوى الفني استبعدناه. اوريدي احنا بنلعب داخلين الدوري وافريقيا بسكواد من 14 لعيب، واحنا طبيعي نبقى 20 او 18. كل دي تحديات قدامنا، لكن في الاول وفي الاخر اللي بينجح اي مكان هو الارتباط والالتزام وان احنا طول الوقت يعني ماشيين في اتجاه معين كلنا، مين الموجود ما تفرقش، المهم ان الانضباط او المنظومه تبقى ماشيه. لا هي ماشيه، وبدليل كمان الانجازات اللي اتحققت، بنتكلم في دوري وكاس وكاس سوبر افريقي، وبرضه عايزين نعرف من حضرتك استعدادات الفريق ان شاء الله المشاركه في كاس العالم للانديه لكره اليد. والله بص يا كريم، احنا بناخد الموضوع خطوه خطوه، يعني احنا حاليا خلصنا السوبر الافريقي، فحاليا مركزين في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. حتى احنا انا وديفيد نازلين دلوقتي غالبا ساعه كده وهننزل نتفرج في ماتشين قبلينا احنا نتفرج عليهم، فبناخد الموضوع خطوه خطوه. ان شاء الله عندنا ماتش قوي يوم الخميس مع الفريق المغربي غدير، والحد في المجموعه، بتكلم عن المجموعه يعني، والحد مع سبورتنج هيبقى ان شاء الله على صداره المجموعه. احنا واخدين الموضوع خطوه خطوه، هنخلص كاس الكؤوس الافريقيه، بعد كده هيبقى عندنا البري سيزون بتاعنا هيبدا ان شاء الله في نص سبعه، مجهزين له من دلوقتي ومجهزين المعسكر بتاعنا، مجهزين في بطوله دوليه في اوروبا رايحينها، فكل ده يعني شغالين عليه من دلوقتي لحد ان شاء الله هنوصل لكاس عالم انديه او المرحله الجايه ان شاء الله. طيب هو كان كريم اتكلم مع حضرتك عن الاستعدادات كابتن محمد، طبعا شق اكتر فني، انا عايز استغل الجزئيه اللي حضرتك اتكلمت فيها وهو الشق النفسي وفكره العوده مره ثانيه والعمل على هذا الشق الاساسي لاي رياضي في العموم، يعني بغض النظر عن الرياضه نفسها، عشان اقدر ان انا احافظ على الروح المعنويه المرتفعه دي في المباريات وفي البطولات القادمه باذن الله. ازاي احافظ؟ يعني انا وصلت الليفل كويس جدا ورجعت الثقه تاني مره تانيه للعيبه، لكن ازاي احافظ على ده وازاي ما يبقاش فيه في نفس الوقت نوع من، مش هقول الغرور، عمرنا ما عندنا غرور للعيبه مهما وصلوا، لكن ما يبقاش فيه كده ايه
أريحية، خلاص أنا وصلت للي احنا عايزينه، أنا كده تمام. النقطة دي برضو مهمة جدا. طبعا يعني حضرتك تتكلمي في موضوع مهم جدا، وهي كلمة السر في الموضوع ده عشان طول الوقت تبقى شغالة عليه، هي الدوافع. كلمة السر الدافع، ان انت طول الوقت تعمل دافع للعيب، تعمل دافع للعيب قبل التمرين، تعمل دافع للعيب قبل دخول اي بطولة، تعمل دافع للعيب بعد ما يكسب، تعمل دافع للعيب حتى لو بيلعب وحش. دوافع دايما لازم تجدد دوافع اللعيبة وتنشطها باستمرار، لان طبيعي احنا كبني ادمين بصفه عامه مش كرياضيين، احنا البني ادم يحب يكتفي او بيحب دايما يروح للكومفورت زون او للحاجه اللي بتريحه او الاوتو بايلوت، اللي هو انا خلاص انا تمام، انا مش عاوز تاني. ده طبيعي في الطباع البشريه. صحيح. ده بتغلب عليه ازاي؟ بتغلب عليه بالدوافع، بتجديد الدوافع، ان انت دايما توجد له دوافع جديده، ان انت طول الوقت تحطه ان انت لا مش كفايه، لا احنا لسه انا اقدر اعمل احسن. بالظبط بالظبط. طيب فاطمه كانت عايزه بس تقول لحضرتك حاجه برضو كابتن محمد. صباح الخير يا محمد، ورب بالتوفيق دايما ان شاء الله. انا كنت عاوزه اقول لك برضو يعني ازاي بيفرق مع اللعيبه وجود كابتن ياسر لبيب على راس الجهاز بيبو كره اليد المصريه، وجودك انت داخل الجهاز افضل لاعب دايره في مصر، فده بيفرق مع اللعيبه ازاي ان يكون نجم هو القائد ليهم، وده بيفرق على نفسيتهم ازاي؟ والله يا فاطمه يعني انا طبعا يعني بشكر ربنا، ودايما انا بقول الموضوع ده في اي مكان بروحه، ان انا ربنا كرمني واعتبر محظوظ ان انا موجود طبعا في وسط الجهاز ده او في الاستاف ده، وان طبعا اول حاجه ان النادي امن بيا ان انا سني صغير ولسه مبطل، وان انا ابقى في المكان ده طبعا مشكور مجلس اداره والنشاط الرياضي، وطبعا كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، طبعا كابتننا وكابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر، راجل طبعا قيمه كبيره فنيا واخلاقيا واداريا بشكره طبعا. وطبعا دي بتبقى حاجه كبيره جدا ان يعني الجهاز كله يبقى ناس اصلا بتلعب رياضه، وناس كانت كباتن للنادي في يوم من الايام وموجوده في مجال في الملعب وبره الملعب، طبعا ده بيدي زي ما نهاوند قالت طول الوقت يبقى مثل اعلى للعيبه، اللعيبه شايفه قدامها قيمه كبيره. بالظبط. يعني بيبقى الموضوع فعلا في احترام وفي تقدير من اللعيبه او من المنظومه كلها مع بعض. رائع جدا كابتن محمد، بنشكرك جدا، وربنا يوفقكم ان شاء الله في البطوله وترجعوا لنا تاني بكاس تاني وبطوله اخرى. شكرا جدا ليك. شكرا. جميل. جميل جدا طبعا. وكلام جميل. حلو. وزي ما كنا بنتكلم يا كريم فاطمه برضو لو توافقي، الناس بتشوف النتيجه لكن الكواليس اللي ورا بيحصل قصص ويحصل مجهود حاجات كبير جدا. وفعلا يعني احنا بنتكلم في جهاز في اسطوره كره اليد، اللي احنا من واحنا يعني حبينا كره اليد بناس زي كابتن ياسر لبيب ومحمد ابراهيم. محمد ابراهيم كان افضل لاعب دايره في مصر لغايه سنوات قليله مضت يعني، فوجودهم في الجهاز ده يفرق كتير جدا مع اللعيبه نفسيا. حتى انا هتقبل منه، لان انا ما بتكلمش حتى في اني حد مارس اللعبه بس، لا انا بتكلم في نجم هو طبعا. طبعا. فلما بيقول لي حاجه فببقى محل سابق في ايه كمان. ده لو اتعمل كمان في قاعده الناشئين والاكاديميات بتاعت كره القدم، هتكلم انا عن كره القدم تحديدا بقى بغض النظر طبعا عن الرياضات الاخرى، بس لو انت عملت ده في الناشئين، ان اللي بيدرب الناشئين والقائم على هذه المنظومه يكونوا ابطال او لعيبه نجوم، هم اللي بيدربوا هم الماسكين ده، صدقني بيفرق جدا، لان انت الولد في السن ده انت بتاسسه صح، فهو بيشوف نجم كبير كان طبعا. يسمع عنه مع عمره وكان متوقع يشوفه هو اللي بيدربه، فانت متخيل هو صحيح. بيفرق ازاي؟ ده رايي يعني. فعلا فعلا بيدي ثقه للاعب، وهو لو بيشيد بيه، لو بيديله تعليمات، لو بيدي ثقه للاعب في نفسه وثقه في، لانه من ثقته وحبه في اللاعب نفسه في النجم اللي هو بيدربه. طيب خلينا بقى نرجع مره ثانيه لابطالنا البارالمبيين، وكان عندنا مؤخرا البطوله العربيه لسله الكراسي المتحركه، والحمد لله ربنا كرم وحصلنا على البطوله برضو كانت ولباسات البطوله دي وكواليسها. يمكن سله الكراسي المتحركه احنا بقى لو هنتكلم من 2022 ما شاء الله، يعني من 21 كمان كان عندنا بطوله افريقيا في 2021 توجنا بيها، كانت في اثيوبيا، توج منتخبنا بيها وتأهل لكأس العالم بعد غياب 24 سنة. كان غياب طويل جدا عن المشاركات الدولية، توجنا ببطولة أفريقيا، وكان مفروض كأس العالم ده السنة اللي فاتت فتأجل للسنة دي، هو إن شاء الله الشهر الجاي. مع إحنا بنلعب في المجموعة الثانية، معانا كندا وألمانيا وتايلاند. بعد كده لعيبة كرة السلة دول كان هيبقى فيه السنة اللي فاتت، تأجل كأس العالم للسنة دي، فبقى فيه فراغ، فلعيبه كره السله تسكت؟ لا،
في بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة، أول بطولة عالم اتنظمتها هنا مصر، اتنظمت هنا في مصر، وكانت كانت شاركت مصر فيها وحصلت على المركز الثاني. اللعيبة دول في 45 يوم تحولوا من كرة السلة لكرة اليد، لعبوا البطولة، خدوا الميدالية الفضية عالميا بطولة العالم، وراعدين رجعوا للباسكت تاني ومعسكرات متواصلة للباسكت، بعدين بطولة العربية في الكويت ما شاء الله العلامة الكاملة، كل المباريات يعني فزنا على فلسطين، الأردن، المغرب، الإمارات، وفي النهائي على الكويت مستضيف البطولة. أوكي. وكان لقاء يعني عاصف. بس هو أصلا ما كانش فيه فريق، يعني هم تحولوا من الباسكت للهاندبول، ما كانش مش أصلا فيه فريق المفروض الكراسي المتحركة لكرة اليد. الهاندبول كراسي متحركة، اللعبة نشأت من 2013 يعني حاجات بسيطة. أوكي. في الدول، فحب دكتور حسن مصطفى أن يكون لها دور وأن هو يتقدم أنها تكون لعبة أولمبية. أوكي. فهي لعبة بارالمبية. 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 فعشان يتقدم أنها تكون لعبة بارالمبية فكان لازم يتنظم بطولات عالم وبطولات قارية. فكانت فكرة بطولة العالم أول مرة هنا، فهي يمكن قوانينها قريبة شوية من كرة اليد الشاطئية، فكان الاختيار لكابتن وائل عبد العاطي مدرب منتخب الشباب دلوقتي لكرة اليد، إن هو كان مدرب منتخب الشاطئية وكان بيلعب شاطئية، فهاتوه هو اللي يمسك لأن ده القانون أقرب، وهم 45 يوم، فطبعا إن هو يلاقي لعيبة تقدر تتعامل مع الكرسي بسرعة. طبعا. في الفترة القليلة دي كان ما فيش لعيبة طبعا غير لعيبة الباسكت، لأن هم طبيعي بيتعاملوا مع الكرسي، التعامل مع الكرسي مش سهل خالص يعني. وجاب اللعيبة وشفنا تصنيفاتهم وفعلا عسكر بيهم لمدة 45 يوم، نزلنا البطولة مركز تاني على طول بعد البرازيل اللي هي بتمارس بقالها سنوات يعني. لا معلش، وعندها دوري. انا عندي سؤال برضو يا فاطمة. أي. يعني انت في نص كلامك قلتي ان كان في غياب 24 سنة تقريبا لكرة السلة عن المشاركات الدولية. تمام. هل برضو لو هنتكلم عن الملف ده، احنا غيابنا وعدم تألقنا وعدم حصدنا لميداليات، هنتكلم على البارالمبيكس تحديدا دلوقتي، زي دلوقتي لو قارنتي دلوقتي مثلا بكذا سنه فاتوا، هل ده راجع لان ما كانش فيه اهتمام اصلا بالفئه دي؟ هل الفئه دي كانت مهمشه الى حد ما؟ ما هو لازم نعرف سبب الطفره ده. على العكس تماما، إيه؟ هو الرياضه البارالمبيه دايما كانت اكثر تفوقا من الرياضه الاولمبيه عندنا احنا على مدار التاريخ. على مدار التاريخ طبعاً. احنا بنروح الدوره البارالمبيه، احنا عندنا حوالي 184 ميداليه بارالمبيه في 13 مشاركه ما شاء الله. ده على ده من سنه كام مثلا؟ خلينا نقول احنا في البطولات السنه اللي فاتت 2022 كان بيمر 50 سنه على تاسيس الحركه البارالمبيه، يعني احنا السنه دي بقى 51 سنه. هي الحركة البارالمبية على فكرة في مصر تأسست من ضمن سنة 72 ضمن الاستعدادات المعنوية لانتصار أكتوبر العظيم. كان الرئيس محمد أنور السادات كلف الفريق أنور عبد اللطيف أنه ياخد أحد مصابي الحرب مصابي الحروب ويشارك في دورة في الدورة البارالمبية في هايدلبرج في ألمانيا. كانت مشاركة شرفية بلاعب واحد فقط، لكن يعني كتأهيل معنوي لانتصار اكتوبر كبير. بعد كده انطلقنا بقى سنه 76 حصلنا على اول ميداليه بارالمبيه في فضيه السباحه الكابتن عادل حافظ، بعد كده طبعًا. بقى توالت الميداليات. بس هو اصلا يعني ليه الفرق والجاب كبير قوي كده ومن قديم الازل؟ يعني اي دوره اولمبيه بيشارك فيها بعثه مصريه بيرجعوا بعدد الى حد كبير محدود، الى حد تاني كبير يعني من الميداليات. اتفرجي بقى على نفس البعثه، ولكن البعثه البارالمبيه ترجعي في شنط ميداليات. الجاب ده جاي منين؟ اخدم في الاعتبار يعني لو عملنا مقارنه ما بين اللاعبين الاولمبيين والبارالمبيين هتلاقي ان هنا في دعم وهنا لا، هنا في اهتمام وهنا لا الى اخره. ومع ذلك بس مش زي الاولمبي طبعا، اكيد مفيش مقارنه. وكان زمان يعني كان لغايه من فتره قريبه المكافئات كمان مختلفه تماما. يعني اللاعب الاولمبي كان بياخد في الميداليه مبالغ رهيبه، في مقابل اللاعب البارالمبي بياخد مبالغ اقل بكتير. ودلوقتي متساويه المكافئات يعني مش قوي، بس الى حد ما يعني حسب المعلومات يعني الى حد ما ابتدى الموضوع يتساوى. بس اللاعب البارالمبي دايما انا من تعاملي معاهم، انا بتعامل معاهم من 2008 تقريبا، عندهم اصرار رهيب، مفيش اعتراف بسن، مفيش اعتراف باي قصور يعني. انا ما عنديش اي حاجه، انا احسن من اي حد يمكن، وخير مثال
أسطورة البارالمبيك في العالم كله فاطمة عمر. لا وعندك حمادته برضه يعني السنة اللي يمكن الأولمبياد اللي فاتت. يعني يمكن حمادته مش يعني هو بطء بطولة بطولته في ان هو يمارس اللعبة وبهذا المستوى العالمي، ما حصلش على بطولة لكن هو قدم حاجة محترمة. لكن فاطمة عمر 6 ميداليات بارالمبية وبتنافس على 7 ان شاء الله في باريس. ما شاء الله عليك. ده غير العالم وافريقيا، بطولات العالم وافريقيا. يمكن هي كانت مدعوة من حوالي شهرين لطوكيو لاعطاء محاضرة عن الارادة والاصرار للاعبين هناك الصغيرين عشان يكونوا زي فاطمة عمر. لا حاجة محترمة جدا يعني. فاللعيبة كلهم إصرار وإرادة. يمكن بس احنا مش عندنا الباسكت، عندنا انت بتقولي 24 سنة فده الباسكت كان 24 سنة بعيدا عن المشاركات الدولية. عندنا ألعاب تانية لازم دايما رفع الأثقال البارالمبي ده مستوى عالمي. مصر مصنفة من المصنفين الأوائل في العالم. لا عامة حتى بغض النظر عن يعني ده، انت عندك برضو كرة القدم لقصار القامة برضو في بطولة الأفرو أسيوية تقريبا هتكون 20 في المغرب تقريبا. صح ان شاء الله احنا عندنا كرة القدم لقصار القامة ما كانتش موجودة في اللجنة البارالمبية، يمكن المجلس الحالي ضمها السنة اللي فاتت، عملها لجنة داخل اللجنة البارالمبية. يمكن على سبيل المثال قصار القامة بيشاركوا دلوقتي في كل البطولات، يعني كان عندنا في بطولة رفع الأثقال السنة اللي فاتت أكتر من لاعب من قصار القامة ولاعيبة، يمكن لاعيبة فيهم أخذ برضو مرنت شهر ونص بس أخذت 4 ميداليات في أفريقيا بعد شهر ونص تمرين. وهي على فكرة إيناس اللاعيبة اللي عملت كده في رفع الأثقال هي أحد أعضاء لجنة قصار القامة باللجنة البارالمبية حاليا. طب الإنجازات الضخمة اللي بتتحقق بشكل دوري من أبطالنا البارالمبيين مش تستدعي وجود دعم مناسب ليهم لما الناس دول بالقدر الأقل من يعني من الإمكانيات بيعملوا ده؟ أمال لو وفرنا لهم الإمكانيات هيعملوا إيه؟ هو الدعم الحكومي موجود بس طبعا مش بالصورة الكبيرة جدا، وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية دلوقتي، فالسفر بيبقى فيه صعوبات كبيرة وكل ده. عشان كده يمكن اللجنة البارالمبية بتبتدي تفكر بره الصندوق بصرف النظر عن عقود الرعاية والمسؤولية الاجتماعية لبعض الشركات الخاصة. يمكن اللجنة البارالمبية كان ليها فكر تاني خالص دلوقتي، وهو تأسيس أول شركة مساهمة مصرية مساهمة رياضية في الرياضة المصرية في تاريخ الرياضة المصرية كلها. الشركة مساهمة بين هتكون إن شاء الله، هو لسه ما تمتش الإعلان عنها بس إن شاء الله يتم الإعلان عنها يوم 25 مايو بإذن الله. الشركة هتكون مساهمة بين اللجنة البارالمبية والاتحادات ومستثمر خاص، بحيث ان يكون اللجنه البارالمبيه ليها 20% نسبتها 20%، الاتحادات كل اتحاد اولمبي او بارالمبي يعني اولمبي عنده لجنه للعبه بارالمبيه او اتحاد بارالمبي نسبته 5% من الاسهم هتتحملها اللجنه البارالمبيه في بدايه تاسيس الشركه، وبعد كده ان شاء الله لما يجي العائد هياخد الاتحاد نسبته، و15% فقط للمستثمر الخاص. ده لتوفير دعم كبير. الشركه هتكون في الاستثمار الرياضي، تنظيم بطولات محليه ودوليه، تجاره في ادوات الاشخاص ذوي الاعاقه، تسويق رياضي. طب معلش المرتبات، يعني الابطال دول كده كده بعد يعني البطولات حصدهم للبطولات اكيد دلوقتي، وانا اعتقد متاكده من المعلومه دي، بتتساوى المكافئات حتى مع البارالمبيك مع الاولمبيكس العاديه. لكن انا بتكلم على المرتبات، هل بيبقى فيه ليهم مرتبات شهريه حاجات زي كده؟ عشان برضو دول في بدلات ممكن ما يكونش ليهم دخل. يعني احنا بنتكلم دلوقتي رفع الاثقال لسه عنده بطوله بعد فتره، احنا يمكن عندنا يوم الجمعه بطوله الجمهوريه رفع الاثقال في استاد القاهره، دي هتكون برضو منظمه بالنظام الاولمبي على اعلى مستوى، دي هتكون يوم الجمعه ان شاء الله ولغايه يوم 15. لسه عندهم بطوله عالم في شهر 8، هم في معسكرات مستمره من ساعه السنه اللي فاتت، بطوله افريقيا اللي كانت في اكتوبر، بياخدوا اجازه بس فترات طويله، ولكن اسبوعيا من السبت للاربع في المركز الاولمبي معسكر تدريب يومي، فده بيكون فيه بدل في ايام التدريب. هل البدل ده كافي للاعاشه وخصوصا في منهم متجوز او كده؟ في كتير يعني كلهم متزوجين وعندهم اولاد. كلهم متزوجين وعندهم اولاد. في وغالبا هتلاقي برضو يعني على الاقل جزء منهم او قدر منهم ما عندهمش شغل بشكل ثابت، فهم ممكن يبقى اعتماد بعض منهم. حتى بعض الشركات كانت من ضمن اللي هو الرعايه ليهم كانت بتعين بعضهم.
أوكي. بس مش الكل طبعا عنده دواء عنده الفرصه دي. ف هو ليهم نسبه في القانون في التعيينات عامه في الشركات أيوة. المختلفه 5% مظبوط. وده على فكره برضو اللي اللجنه البارالمبيه بتحاول يعني تحسس الناس هو لا ينقصه اي شيء اللعب البارالمبي. يمكن ثقافه اللجنه البارالمبيه مش عاوزه تلعب على موضوع رياضه فقط حاليا، هي عاوزه توصل رساله لكل الناس في مصر وخارج مصر ان المعاق مش ما عندوش قصور او ما عندوش اي شيء منتقص، لا المعاق هو فرد زي اي فرد يقدر ينتج اكثر من فرد كامل يمكن اكثر بكثير من الاسوياء. 100%. فدي عاوزه تغير الفكره، خصوصا في بعض الناس لسه لغايه دلوقتي في مصر رغم كل التطور والفكر الجديد دوت ان هو عنده ايه طفل معاق بيخبيه، لا انت بتخبيه. انا عايز اقول لك على حاجه ودي انا شفتها بنفسي بقى. واحده كانت من قصار القامه، عشان اقول لك برده لا المجتمع الى حد ما بيتغير. واحده كانت من قصار القامه يا كريم واتجوزت واحد عادي، اتجوزت واحد يعني مش من قصار القامه عادي، وكانوا منزلين صورهم عادي وكانوا بيحكوا القصه، وهو كان بيقول ان والدتي في الاول كانت معترضه، وبعدين انا رحت اتكلمت معاها وقلت لها حطي بنتك في مكانها، كنت هترفضي الجواز، وفي الاخر مامته حبت البنت جدا لان هي كويسه. فالثقافه يمكن بتتغير يعني. يمكن لو احنا بنتكلم برضو احنا الناس اللي بنتكلم عنها خطيبها شخص عادي جدا يمكن كمان من طوال القامه. شوفي بقى النصيب، ما حدش عارف نصيبه ازاي. ايوه والعلاقه ما بينهم جميله جدا. يمكن كمان احنا بنتكلم عن قصار القامه، احنا بنتكلم عن البطوله الافرو اسيويه اللي هتكون شارده ان شاء الله. هم لسه هيخشوا معسكر قبل البطوله بايام ان شاء الله بسيطه، هم هيسافروا يوم 19، فغالبا المعسكر هيبدا من يوم 16. هم عندهم كاس عالم في الارجنتين اغسطس الجاي ان شاء الله، مش بس بطوله افرو اسيويه. حلو جدا حلو جدا. بصي انا عايزه اتكلم برضو قبل ما نختم يعني على نقطه مهمه، وهي فكره التغطيه الاعلاميه والحق الاعلامي اللي لازم يكون ليهم، لان انت بتتكلمي في اكتر تقريبا من 50 سنه ومحققين حاجات كتيرة. امتى يا كريم ابتدينا نسمع عنهم؟ ليتلي يعني ابتدينا شويه نسمع عنهم في السنوات الاخيره مع الانجاز اللي هم فرضوه وفرضوا نفسهم في البارالمبيكس اللي هي على مدار السنوات المختلفه. نسمع عن انجازاتهم ونفسنا نسمع عن دعمهم بقى الفتره اللي جايه. فالتغطيه الاعلاميه والدعم ده مهم جدا، والتواجد ان هم يكونوا موجودين ده مهم جدا. فيمكن ده عشان كده انا بسالك، في ناس كتير ممكن تكون دلوقتي تتفرج علينا ايه ده بجد، احنا بقى لنا 50 سنه عندنا بطولات من ابطالنا البارالمبيين، ممكن معلومه مش موجوده اصلا. الفكره تغير تماما دلوقتي، يمكن كمان مجلس الاداره ابتدى يهتم بالموضوع ده قوي، شكل لجنه اعلاميه برئاسه الاستاذ جمال نور الدين، وفي موقع اطلق باللغتين العربيه والانجليزيه. ودايما يعني يمكن دلوقتي احنا لو حضراتكم تلاحظوا دايما في يوميا اقل يوم بيبقى فيه 3 أو 4 اخبار بارالمبيه عن الرياضه البارالمبيه وانجازاتها، لان الرياضه البارالمبيه مساحتها واسعه جدا اكتر من الاسوياء، لان عندها كل لعبه فيها تصنيفات احنا مختلفه. احنا هنا استضفنا يا فاطمه كتير من ابطالنا في الرياضات المختلفه لو انت فاكره كتير. طبعا. يعني كل اعاقه ليها يعني مثلا الاعاقات الذهنيه بيلعبوا فروسيه، بيلعبوا كره يد، بيلعبوا كره سله، يعني كل اعاقه بتلعب. بصي هو على الصعيد الرياضي والمشاركه الرياضيه في فعاليات بطولات مختلفه الحقيقه في طفره ملموسه. احنا عايزين نلمس بقى نفس الطفره دي في النظره المجتمعيه لذوي القدرات الخاصه بشكل عام، سواء كانوا رياضيين او غير رياضيين، لمليون سبب والمليون اعتبار. وده اللي بتسعى له اللجنه، ومش بتسعى بس لده، بتسعى كمان لاني مش بس دمج المعاقين مع الاسوياء، بالعكس بتسعى يعني لتمكين المعاق على الاقل في اللجنه داخل اللجنه البارالمبيه. احنا دلوقتي في مجلس الاداره في اللجنه البارالمبيه في اكتر من معاق، يعني حوالي 50% 50%. في اللجان بتاعه الالعاب في الاتحادات المختلفه، وفي الاتحادات المختلفه في نسبه كبيره جدا من المعاقين بقوا هم دلوقتي المسؤولين، لانه كمان دول في مجموعه دلوقتي تاهلت. يمكن زمان المعاق مش كان كلهم بيتعلموا، مش كان كلهم، لان الناس كانت بتخبيهم. بعد كده دلوقتي بقى في تعليم، بقى في ناس على مستوى دولي. شريف عثمان مثلا كان عضو لجنه اللاعبين في الاتحاد الدولي في اللجنه البارالمبيه الدوليه. فابتدينا الموضوع يكبر، وكمان اللجنه البارالمبيه في الفتره الأخيرة بتحاول تطوير كبير من ناحية الدعم، من ناحية صورة المعاق في أذهان الناس كلها، وثقافة التغيير، ثقافة الشغل على تغيير ثقافة المجتمع تجاه المعاق، مش بس رياضيا
بتحاول كمان تعمل مراكز تدريب، حوالي 54 مركز تدريب على مستوى محافظات مصر على الاقل للوصول لاكبر عدد ممكن من الممارسين للرياضه البارالمبيه، حتى لو مش على مستوى المنافسه، بس هو يمارس يقدر يثبت للعالم ان هو ما فيهوش اي حاجه. ده غير على مستوى طبعا العلمي، في اكاديميه بارالمبيه لتاهيل الكوادر المصريه على علميا، وفي كمان ان شاء الله متحف بارالمبي ومكتبه على سبيل التوثيق التاريخ البارالمبي العالمي والمصري، ودي هتكون اول مكتبه ومتحف في الشرق الاوسط كله. حلوه دي، لا نغطيها بقى يعني نيجي نهتم طبعا، ده دور الاعلام. يعني على كل حال انا من الناس المقتنعه جدا ان البني ادم هو الاعاقه الوحيده لو هو قرر ان هو يعيق نفسه من تحقيق حلمه. يعني لا حاجه عيب خلقي او اي مشاكل او احباطات او واتيفر، البني ادم هو صاحب القرار، هو اللي يبقى عائق لاحلامه ولا لا، ده قرارك انت في الاول وفي الاخر، مش مهم خالص ظروفك عامله ازاي، والواقع هو اللي اثبت ده. فاطمه نورتينا ومبسوطين ان انت معانا اول مره ضيفه، بس مش هتبقى اخر مره ان شاء الله. ان شاء الله، انا اللي سعيده ان يكون معاكم، يعني انا من المشاهدين ومتابعين البرنامج. بتصحي بدري يعني؟ لا بصحى بدري، دي يا رب تكوني بتجدي ما يسرك لما بتتابعي. طبعا ربنا يخليك، احنا سعداء لوجودك معانا، وان شاء الله نشوفك على خير قريب. بنشكرك شكر جزيل، وهنطلع فاصل سريع مشاهدينا في كل مكان، ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. يا اهلا بكم مره ثانيه في تاني واخر فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. النهارده يا حضرات في ماتش ضرب نار، تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمه، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا طبعا بين مانشستر سيتي وريال مدريد، اكيد هنتكلم عنه. وان كنا هنبتدي بكلامنا عن الاستعداد لماتش يوم الجمعه بقى اللي يهمنا واللي يخصنا الاهلي والترجي ان شاء الله، هنتكلم في الملفات دي مع ضيفنا اللي منورنا النهارده المحلل الكروي الاستاذ احمد السعداني. يا صباح الفل، ايه الاخبار؟ ازيك يا نور؟ المحلل الكوري وبقى صديقنا، صديق البرنامج بقى خلاص، منورنا دايما، تابع وصديق وكل حاجه، بس انا منورنا. اهلا بيك. لا احمد طبعا يعني احنا عارفين وهنقعد نكررها، من الناس عندها شغف كبير جدا بالتحليل وبالكوره، وكان لاعب طبعا سابق قبل كده في اكتر من مكان، لكن عشان الاصابات الكتير اللي حصلت لك وده كان سوء حظ غريب، يعني عارف كل الاصابات اتجمعت في شخص واحد. الحمد لله وكسبنا محلل كروي ومتابعين، كده كده بتاعت ربنا بالظبط. يعني انا لو كنت كملت مثلا في الكوره ما كانش زماني لسه بحلل، فانا اللي خلاني ابدا شويه كده ان انا بطلت بدري، بس يعني الحمد لله كده كده ربنا ما جابش حاجه وحشه. بس في الفيل طبعا ومتالق فيه احمد طبعا، وخلينا نبدا حاجه حاجه، وهبدا او هاخد من كلام كريم، لان الماتش خلاص ايام قليله جدا بتفصلنا عنه، مهم جدا، وناس كتيره عندها من دلوقتي توقعات تقول لك لا 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 الماتش ده على فكره خطر جدا على الاهلي، لا لا بالعكس الماتش ده هيبقى اسهل للاهلي عشان الجماهير مش تبقى موجوده. الاهلي والترجي يوم الجمعه، خلينا نعرف برضو رؤيتك ليه ازاي. بصي هقول لك على حاجه، الترجي من الفرق الرخمه جدا جدا بالذات في ملعبها، بس هي في ميزه بقى للاهلي جامده قوي، ان هم يلعبوا من غير جمهور. طبعا دي ميزه جامده جدا جدا للاهلي. فانا شايف ان الاهلي كده كده هيلعب بستايل مختلف شويه عن الرجاء. ليه؟ لان انا كده كده ده الماتش الاولاني، انت رجاء كنت كسبان وجاي تدافع، ما بتهاجمش قوي لان انت كده كده كسبان، فخلاص انا عايز اطلع مثلا متعادل او كده واطلع انا بالماتش. لكن انت ماتش الترجي لا، انت هتدافع بس لا برضه هتعتمد على مرتدات، وهتعتمد ان هم ما عندهمش جمهور وبيخسروا بقى لهم ماتشين في الدوري، فلازم بقى بشخصيه الاهلي حتى تعمل نتيجه ايجابيه هناك عشان ان شاء الله في العوده يعني نقدر ان احنا نروح فاين. طب التفاصيل دي هنقول عليها ايه؟ تفاصيل مطمئنه وعلى راسها بطبيعه الحال عدم وجود جماهير في هذا اللقاء. طب الحاجات اللي مقلقه بالنسبه لك ايه بقى؟ بص ماتش الذهاب تحديدا اللي مقلقه بالنسبه لي في ماتش الذهاب، ان هم كده كده هيبقوا نازلين عايزين يكسبوا، هي هيسلحزوا حدين، ان هو نازل عايز يكسب وهيضغط جدا والكلام ده كله، بس في نفس الوقت هيسيب مساحات شويه في ظهره لان هو عايز يكسب وعايز يجيب جون. فانت تقدر تستغل المساحات دي. كمان هم عندهم لعيبه كويسه قوي، بين حموده الفيرود ده لعيب جامد جايب 4 جوان في افريقيا، ومحمد اللي هو بين رمضاني تقريبا او رمضاني ده برده اللي هو رقم 8 اللي جاب الجون في شبيبه القبائل، ده لعيب جامد جدا جدا. فالحاجات دي اللي بتبقى مقلقه شويه انا بالنسبه لي، ان الحلول الفرديه عندهم برده لعيبه كويسه، بس في نفس الوقت لا بشخصيه الاهلي، وكمان الاهلي متعود ان هو يلعب في رادس بجمهور كبير، فان انا بلعب من غير جمهور دي حاجه في صالح النادي الاهلي. انا شايف ان لعيبه الاهلي هتستغل ده جدا، فان شاء الله باذن الله يعملوا نتيجه ايجابيه. يعني حتى لو انت جبت جون او جونين هناك ده هتبقى يعني رايح نفسك في العوده. طبعا انا متوقع ان هم هيبقى عسل قوي على فكره. على فكره يعني انا متوقع والله، يعني عكس الناس انا حاسس ان احنا هنقدر نخطف جون او هنقدر نخطف جونين. طب يعني انا متوقع ان شاء الله يعني مسهل. بس انا عندي نقطه شويه مش هقول لك اختلف معاك، لكن شويه ليه وجهه نظر شويه اخرى.
ليه انا بقول ان فكره عدم وجود جمهور ده افضل كتير للاهلي او هيطمنا على الاهلي؟ طب ما هو الاهلي لعب كتير جدا مباريات على ارض الغير ووسط جمهوره وفاز. على عايز اقول لك على حاجه، ده كان بيتالق اكتر على ارض المنافس طبعا. وسط جمهور المنافس عن بطولات كانت على ارضنا. انا معاكي وده جداً. الغريب بقى. انا معاكي جدا، وكابتن عماد متعب نفسه قال انا ما كنتش اعرف العب الا لو الاستاد بيترجى، حتى لو بلعب في رادس ولا مش عارف فين. هي اللعيبه الجامده كده بيجي له باشن من الجمهور وبتاعه وبيعرف يلعب. انا متفق معاكي جدا، بس في نفس الوقت انت لو بصيت لها هتلاقي ان فرقه زي الترجي مثلا حتى لو هم واعيين او مش في حالتهم او كده، ضغط الجمهور وضغط الجمهور على الحكم والكلام ده بتخلي اللعيبه نازله مشحونه جامد جدا. يعني بيبقى في عنف اصلا من جانبهم، بيبقى في عنف وبيبقى في ضغط على الحكم زي ماتش الرجاء. انت شفتي من اول 10 دقائق كل شويه واحد يقع عايز ضربه جزاء. بس هي فكره زئير الجماهير لما تكون موجوده في المدرجات هي الحقيقه محفزه للطرفين، يعني جداً. بطبيعه الحال محفزه للفريق بتاعهم اللي هم بيشجعوه جداً. لكن في المقابل برضو الفريق الثاني بيبقى عايز يثبت نفسه في وسط الضغوط دي كلها. طبعا يعني انا معاك جدا، بس خلي بالك ان برضو في لعيبه حتى من فرقه الترجي ممكن يبقى هو من ضغطه الجمهور دي اصلا ممكن ما يبقاش في حالته. يعني في لعيبه حتى على فكره بتلعب منتخبات بيبقوا كده من ضغطه الجمهور وضغطه الماتش ممكن ما يبقاش في حالته. تلاقيه بيلعب في ماتش مثلا في الدوري المصري الاستاد فاضي يكسر الدنيا يروح يلعب مع المنتخب مش مثلا مش عارف يركز. افريقيا جمهور في لعيبه كده، وفي لعيبه بيقلب معاها العكس اللي هم اللعيبه الكبار بقى اللي انا بقول ان هم اللعيبه زي كهربا مثلا. يعني بص كهربا عليه ضغوطات الدنيا والاخره وبتاع ونزل بص. لا والحلو في كهربا كمان الحقيقه بسم الله ما شاء الله عليه ان هو ثابت على مستوى من التألق ما بينزلش عنه، برغم ان هو من اكتر الناس اللي تعرضت في الفتره الاخيره للضغوطات على كل المستويات. بص انا هقول لك على حاجه، انا يعني انا بشوف ان اللي كهربا فيه دلوقتي ده رقم واحد شخصيه، هو شخصيته كده، هو شخصيته هو شخصيته قويه وموجود. في لعيبه تانية ممكن يقول لك اصل انا مش عارف العب، اصل انا مضغوط، اصل المدرب ضغطني. هو في ضغط اكتر من كده؟ يعني معلش مش قصدي حاجه، بس ده كهربا كده كشف نص لعيبه مصر، ده مضغوط، ده الدنيا مقلوبه عليه. صحيح. ونزل بص في ربع تلت ساعه بص عمل ايه، كسر الدنيا. طبعا. فلا هو لعيب شخصيته كبيره، هو عنده امكانيات جامده قوي بصراحه. يعني رائع جدا. طيب مش هتكلم بقى خلاص عن السوبر، لكن اللي احنا طبعا عدى عليه كذا يوم، بس من السوبر خلينا نروح لنكمل بعد كده طبعا على ماتش الترجي، او ناخد من هنا عشان نكمل هنا. في السوبر شفنا مباراه قويه جدا بين الاهلي وبيراميدز، وحاجه على فكره متعتنا يعني احنا كاهلاويه. كنا طبعا الفوز ده ما فيهوش نقاش، بس ما كناش برضو عايزين نفوز بسهوله، احنا كنا عايزين نشوف يعني لعبه حلو وقد كان وتنافسيه لغايه الدقائق الاخيره، فده كان موجود جدا. هل المشهد ده بقى يطمنا ان احنا لو لعبنا، ومارسيل كولر بالمناسبه مش من المديرين الفنيين اللي تتوقع التشكيل بتاعه خالص او طرق اللعب، ولا تعرف مين هيبدا بيه، يعني زي ما احنا كنا اتكلمنا احنا كلنا كنا قلنا كهربا هيبدا، لكن المفاجاه كانت مختلفه تماما. ذكي قوي بصراحه، ذكي جدا، ممكن يكون بيجهزه للترجي نيفر نو. برضه ده رايك فيه ايه؟ بصي هو ماتش بيراميدز كده كده كان، انا شايف ان هو كان ماتش 50-50. اللي عمل الفرق في ماتش الاهلي وبيراميدز يعني حاجتين في رايي، يعني التغييرات، ذكاء كولر، هو ذكي قوي ان هو قعد كهربا عشان يشيل الضغط من عليه ويشيل الدنيا دي من عليه، وحسين الشحات نزولتهم الشوط الثاني دي فرقت مع الاهلي جدا. كمان الاجهاد بتاع بيراميدز بان، يعني انت لو بصيت في البنالتي بتاع كهربا في واحده بعدها بتاعت حسين الشحات الجري وخدها من علي جبر، وفي واحده ثالثه الشوط الاولاني قندوسي زقها من ورا علي جبر، فباين ان لعيبه بيراميدز حتى الاجهاد بان عليهم. فالاجهاد وذكاء كولر ده اللي فرق جدا جدا للاهلي. وانا بشوف ان كولر يعني زي ما انا هواند قالت كده ان هو فعلا ذكي وما تتوقعش، يعني ما حدش كان يتوقع ان حسين الشحات يقعد. ومعظم تغييراته ذكيه جدا الحقيقه وبتؤتي ثمارها. مدرب ذكي وتحس ان هو بيطلع اقصى حاجه عند اللعيب، يعني تحس ان هو كده، يعني في لعيبه يعني كريم فؤاد مثلا كان قبل ما كولر يمسك الناس كلها تقول لا ده مش اهلي، بص لما كولر مسك يعني ربنا يشفيه طبعا ويرجع من الاصابه، بص عامل ازاي. محمد هاني، بيرسي تاو نفسه اتحسن جدا، احمد عبد القادر، فهو بيعرف يطلع اقصى حاجه عند كل لعيب، ودي نقطه على فكره تحسب له، مش كل المدربين بيعرفوا يعملوا كده. اكيد بقى. اكيد طبعا. طيب محمد الشناوي كانت من الناس اللي متالقه جدا في الفتره الاخيره الحقيقه، كان عالمي بصراحه. كان واخد مان اوف ذا ماتش تقريبا، هو كان كويس قوي. انا بالنسبه لي هو احسن لعيب في الماتش هو وليد الكارتي بصراحه بتاع بيراميدز، كان عامل ماتش خيالي يعني. وليد الكارتي ده لعيب جامد قوي. صحيح. وكهربا، يعني الثلاثه دول كانوا اكتر ثلاثه مميزين، بس الشناوي بصراحه كان ليه دور كبير جدا 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 ان الاهلي هو اللي يكسب يعني. طبعا.
طيب نروح بقى كده معاك لاوروبا ولا خلينا شويه اللي انت عايزاه؟ انا بحب اوروبا بصراحه عشان اقطع براحتي. طب خلينا تحب نبدا بايه؟ بدوري الابطال ولا دوري ابطال؟ النهارده في خناقه بين ايه اللي بيحصل بقى؟ طبعا النهارده في خناقه ريال مدريد ومانشستر سيتي. ده حاجه. انت في الاول مع مين يعني؟ انت بتشجع مين؟ بص يا رب، انا اصلا برشلونه، فانا اكيد مع مانشستر سيتي. انا بحب جوارديولا قوي بصراحه. فانا اكيد مع مانشستر سيتي ومتوقع ان مانشستر سيتي هتكسب. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هي مشكله ريال مدريد ان هم بيبقوا مخبطين في الدوري ومخبطين وكسبوا كاس العالم. هنا في دوري الابطال ما تعرفش يا اخي، هم بيتحولوا دايما. انا مش عارف هم بيعملوا ايه، بيتحولوا بس هيعرفوا يتحولوا تحويل كامل النهارده في وجود هالاند بصفه خاصه. انت هالاند ده عندك ده عايز اقول لك مش هيغير له حته صوره. طبعا هي متركبه يعني جرافيك، بس هو بيزعق قوي في وش حد لعيب من ريال مدريد والتاني مفزوع. ولو شفت الرياكشنات اللي عاملينها في الصوره، لا لا مرعب وذكي جدا وبارد مش طبيعي. لا لا هو بيعمل كل حاجه في الكوره فعلا. كمان انا عايز اقول لك ان جوارديولا السنه دي في حاجه مختلفه عن كل سنه. ايه بقى؟ جوارديولا كان على طول الايجو بتاعه بيبقى واخده، اللي هو انا كده كده هنزل امسك الكوره وكده كده هنزل اهاجم. فده كان بيدي دايما الفرق الثانيه فرصه ان هو ممكن العب على المرتدات واخطف واجيب جول. لا السنه دي بقى عادي، بيسيب الكوره. ماتش بايرن كسبان، ساب الكره لبايرن ورجع ورا واعتمد على مرتدات وكسب اثنين. يعني فاهم قصدي؟ فالموضوع ده ممكن يعمل مشكله لريال مدريد، خصوصا ان الماتش الاولاني في مدريد. فمدريد هتطلع عايزه تجيب اجوان مش عارف ايه بتاع، هيلاقوا مساحات بقى هالاند ودي بروين وجريليش وبتاع، عصابه قدام فاهم. فانا طبعا الماتش 50 50 ريال مدريد في الاول وفي الاخر، بس انا مايل شويه السنه دي ناحيه سيتي. انا متوقع ان هم ياخدوا البطوله اصلا من المجاميع. يعني كنت كاتب كده، هم جامدين قوي، هم جامدين قوي. وبعدين يعني يا عم تغير الخطه، ده بقى بيلعب بثلاثه ورا واثنين في النص وقدامهم ثلاثه. يعني هو جوارديولا مجنون بصراحه، جامد جامد جدا جدا. يعني ما عندوش مشكله، اي حد بيلعب بيعمل له اللي هو عايزه. فانا متوقع مانشستر سيتي بصراحه هيبقى ماتش حلو قوي كده كده. طيب هنروح معاك برضو للدوري الايطالي. كنا انا وكريم بنتكلم حتى امبارح تحديدا ان الكره الايطاليه في الفتره الاخيره عامله شغل محترم وفي نتائج افضل بكتير عن تقريبا 20 سنه غياب، خلينا نقولها بالشكل ده. برضو لما تيجي تتكلم عن كوباي ميلان وانتر واي سي ميلان، برضو مباراه تقيله جدا. 50 50 برضو. انت مع مين؟ انا مع اي سي ميلان طبعا. بصي انا يعني انا ممكن اكون بحب ميلان اكتر شويه، مش بشجع حد فيهم، بس انا متوقع انتر يصحى فعلا. ليه؟ لان الماتشات دي بتاعت البطولات دي ما بتبقاش عايزه الفرقه اللي شكلها حلو. هي الناس كلها على فكره مايله ناحيه ميلان، لان كله كان متوقع نابولي في الفاينل. خلينا متفقين، هو نابولي اللي فرض نفسه، هو اللي خلانا نتوقع ده. فكل يعني الناس قالت نابولي اللي هيروح من الناحيه دي. فان ميلان كسبت، الناس كلها مالت ناحيه ميلان. بس انا عايز اقول لك بقى ان انا ان انتر فرقه، خلي بالك هم في الدوري الايطالي قبل ميلان بنقطتين، ومش دي القصه. هم لعبهم رخم، يعني بيلعبوا 3 5 2، بيلعبوا اللعب اللي هو بيقفل وبيلعب بفرودين صراحة، عكس ميلان. ميلان عندها بقى اللعيبه اللي هي وداع مثلا حريف قوي، ممكن ما يلعبش على فكره بالمناسبه. هو بس بصوت. هو اصلا يعني على مدار ال 15 20 سنه اللي فاتوا كان في انحصار كبير للاضواء على كره القدم الايطاليه، اللي كانت طول عمرها من اجمل الدوريات اللي ممكن تتابعها، وحتى على صعيد المنتخبات. وانت عارف طبعا كان كاس العالم زمان الثمانينات والتسعينات كان ايطاليا حاضره فيه، حتى 2006 خدوه. فاللي حصل ده حصل ليه؟ يعني ايه الدروب اللي حصل ده وطول ليه للدرجه دي؟ وبناء على ايه كان في عوده، او نقدر نسميها مجازا، ريمونتادا لكره القدم الايطاليه عموما؟ هو اللي وقع الكره الايطاليه عامه احتكار يوفي على الدوري الايطالي. انت لو بصيت يوفي قعدت بتاع مش عارف بتاع 10 سنين بياخدوا الدوري، وفرق زي ميلان وانتر كلهم عندهم مشاكل ماديه وما بيجيبوش لعيبه، وتلاقي ميلان السابع وانتر العاشر. فالموضوع ده كان مخلي مفيش منافسه، وموضوع ممل على فكره. واللعيبه ما بتروحش الدوري الايطالي. لما بدات بقى الانديه مثلا تهتم شويه، يجيبوا مدربين جامدين، يبدا نابولي يطلع، يبدا ميلان يطلع، يبدا انتر يطلع. فالفرق الثقيله الجامده دي عملت متعه للدوري. فلما الدوري بقى جامد، رتم اللعيبه ده بقى جامد في ابطال اوروبا. ما هو خلي بالك، معلش، ايه اللي بيخلي مثلا برضو بي اس جي مثلا ما تبقاش جامده في تشامبيونز ليج؟ ان هو رتم الدوري بتاعه بطيء ومفيش منافسه وبيكسب من طرف واحد تقريبا، من طرف واحد. فبتيجي في ابطال اوروبا تلعب فرقه مثلا زي ريال مدريد ولا زي بايرن، الريتم سريع جدا، تحس ان اللعيبه عكس ما انا كل اسبوع ابقى بلعب ماتش ريتم جامد ريتم جامد. باجي في ابطال اوروبا لا، الموضوع بيبقى مختلف. كمان القرعه خدمتهم شويه كفرق ايطاليه، بس لا انا شايف ان هم اتطوروا جدا جدا جدا، وجابوا لعيبه. يعني لياو ده على فكره ليه مستقبل كبير قوي بتاع ميلان. جفاراتسخيليا بتاع نابولي اللي هو الهاف ليفت بتاع، اسمه صعب شويه انا عارف،
جورجي ده دول هيبقوا في حته تانية. الاثنين دول هيكسروا الدنيا وصغيرين يعني 22 سنه ولا 23 سنه. حلو جدا. بص احنا من الايطالي لدوري الابطال هنروح برضو لليفربول تحديدا، لان لازم نتكلم شويه لان اتقال لك ايه برضو في بعض المواقع، لو النتائج بتاعه ليفربول ما كانتش الافضل وما حصلتش المرجو احتمال كبير ان صلاح يمشي، وده مش هيبقى بناء على رغبه النادي، ده هيبقى بناء على رغبه صلاح. هل الكلام ده ممكن يكون وارد؟ بصي وارد جدا، لسبب لان يعني انا اكيد ما اعرفش حاجه، ما عنديش خبر، بس انا بتوقع ان اصل صلاح هقول لك حاجه، هما ليفربول يعني هي نقطتين، ليفربول صعب يدخل في التوب فور لسبب، لان مانشستر لعب اقل بماتش وزيد بنقطه، ومانشستر فاضل له اربع ماتشات منهم ماتش واحد بس اللي صعب اللي هو تشيلسي، وتشيلسي اصلا وقع فاهمه. فانا حاسس ان ليفربول يعني صعب تريتش التوب فور، دي اول نقطه. فان كيس بقى ان هما ما جابوش التوب فور، صلاح عقليته دلوقتي هو بيبص البالون دور والاحسن لعيب في العالم والاحسن، وده حقه يعني المشروع جدا. فانا متوقع ان ليفربول لو ما طلعتش في توب فور ان صلاح ممكن يمشي. في ناس كتير بس من زاويه عاطفيه بحته بتقول لك ايا كان اللي يحصل في ليفربول مش صح ان صلاح يسيبه ويمشي، من منطلق انه فاضل له يعني يومين ويبقى عمده ليفربول اصلا. فاهم ازاي؟ هي دي وجهه يعني نظر، خلاص عمل اسطوره لنفسه هناك فصعب يتخلى عن كل ده. خلي بالك انا من الناس دي لسبب، لان انت لما هتيجي تمشي تاني، هو صلاح برده مش صغير 31 سنه، فانت لما تيجي تمشي تاني تروح نادي تاني هتبدا بقى عليك ضغوطات، عايز تحقق ارقام، هتبدا من الصفر. هو ماشي انت تجديد طموح وكل الكلام ده وما اختلفناش، بس انت اوريدي في ليفربول واخد وضعك طبعا بزياده، واخد وضعك وبتكسر الدنيا في بريمير ليج وفاهم. فانا رايي انا لو انا يعني بميل ان هو يقعد، الا لو رايح على بروجكت جامد، ما روحش بقى مثلا بي اس جي مثلا، لان بي اس جي طبعا هيبقى بروجكت جامد اللي هو زي ايه في رايك؟ يعني انا في رايي نفسي صلاح ريال مدريد مثلا، مع اني مش بشجع ريال مدريد، بس انا كمحمد صلاح نفسي يلعب في ريال مدريد. هل اصلا في possibility ان يجي له اوفر من ريال طبعا مدريد؟ لو مبابي ما راحش هيجيبوا صلاح يعني. لو وخلي بالك انا شايف ان صلاح انسب لريال مدريد، لان اوريدي فينيسيوس بيلعب في الحته دي مكسر الدنيا في ريال مدريد، فمبابي مش هيلعب يمين. مبابي اصلا يعني مبابي اصلا عنده ايجو، هو عايز يغير يحط التشكيله بمزاجه. فبالنسبه لعدله الملعب لريال مدريد، بنزيما وصلاح وفينيسيوس دي هتكون احسن بكتير قوي من مبابي يلعب على اليمين. طب اصلا مبابي ليه الكلام ان هو ممكن يسيب بي اس جي؟ عشان هو اكيد عايز، شايف ان هم ما بيكملوش في تشامبيونز ليج، شايف ان هم مثلا مش الفرقه. وعلى فكره هو انا مش بحبه يعني، هو لعيب جامد جدا جدا، بس انا مش بحبه قوي، لان هو بحسه نفسيه شويه بصراحه. بس هو قرار ذكي منه ان هو عايز يمشي، هو لازم يمشي. انا واحد عايز اخد بالون دور وكده، فما ينفعش افضل بي اس جي. طب ما ده حلو، حال بقى هيبقى ميسي، هيبقى ميسي هيمشي على فكره، يعني بي اس جي يعني بي اس جي خلاص كده. لسه بنتكلم من شويه على احتماليه ان ميسي يروح وهو كمان الدوري السعودي والكلام اللي كان داير في الاطار. بص انا يعني في كده يعني جيرارد روميرو وفابريسيو دول موثوقين جدا جدا في الاخبار، جامدين قوي الاثنين، كاتبين ان ميسي عايز يكمل في اوروبا، وخصوصا ان هو نفسه في انترفيو قال ان فارق معاه قوي حته كوبا امريكا الجايه دي، فهو يعني اعتقد ان هو هيلعب سنه او سنتين كمان في اوروبا، والاحتمال الاكبر انه يرجع برشلونه. انا نفسي يرجع برشلونه، انا مش عايز ميسي يروح الهلال لسه. ولما كنت معانا هواندا قبل كده كنت بقول انا متضايق ان كريستيانو راح النصر، انا عايز اشوف كريستيانو كل اسبوع. ليه؟ انا ميسي جدا، انا بالنسبه لي ميسي ده احسن لعيب كوره اصلا جه في التاريخ، يعني اكبر من احسن من مارادونا طبعا. طبعا والله لا هو احسن فعلا. يعني انت معلش يعني انت لو بصيتي على الكونسيستنسي بتاعت ميسي على مدار 15 20 سنه اللي مارادونا عمله مثلا في كاس العالم، ميسي يا جماعه كان بيعمله في كل اسبوع، ده بجد والله يعني ماشي. وانا شايف ان بس كان في ملابسات كتيره محيطه بمارادونا في وقته. طبعا ما ينفعش تقارنها باللي حاصل مع ميسي. بس انا هقول لك على حاجه، انت بص لها كباكج، اكتر لعيب واخد بطولات جماعيه هتلاقيه ميسي، اكتر لعيب واخد عامل انجازات فرديه هتلاقيه ميسي. بص على الهداف من ساعه ما ميسي طلع هتلاقي ميسي الهداف، واسيستات، بيعمل كل حاجه في الكوره. هو فعلا هو فرقه لوحده فاهم. صحيح. فبس انا نسيت احنا كنا بنقول على احنا هنفتكر بقى، بس لما نروح فاصل ونرجع. ايوه نفتكر في الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل. لسه حديثنا مستمر مع زميلنا العزيز وضيفنا العزيز احمد السعداني المحلل الكروي. وقبل ما نكمل بقى معلش كلامنا، اسمح لنا يا احمد انا وكريم نروح ل يعني دكتور عادل كرايم صديقنا العزيز ايضا الناقد الرياضي طبعا معانا على التليفون. يا دكتور عادل بونجور جدا. بونجور يا نهار، ازيك الاخبار؟ ازي حضرتك كله كويس؟ الحمد لله صباح الخير يا كريم. صباح الفل. ازي حضرتك؟ اهلا بيك.
يعني عندنا انا وكريم كام نقطه سريعه حابين برضو نناقش حضرتك فيها. بنتكلم كنا مع ضيفنا النهارده احمد السعداني عن ماتش الريال طبعا مع السيتي، وقلنا التوقعات وقلنا مين كفته وارجح، واحنا كلنا عارفين ريال مدريد يعني بيجي بقى مع الشامبيونز ليج بيبقى قصه تانية خالص. خليني برضو اشوف وجهه نظر حضرتك في النقطه دي تحديدا، سببها ايه دكتور عادل؟ لا زي ما قلت ريال مدريد بيخش الشامبيونز ليج بيتحول بيبقى فريق تاني خالص، يعني لعيبه ريال مدريد كده لما بتسمع الانثم بتاع الشامبيونز ليج كانهم بيبقوا لعيبه تانيه، يعني سيبك من السيزون كله ده كله في حته والشامبيونز ليج في حته تانيه. ف اكيد طبعا، لا طبعا دي خبرات متراكمه، يعني فرقه اتحطت في الموقف ده بتتحط فيه كل سنه، ما عندهمش اي مشكله خالص ان هم حتى يتاخروا في النتيجه او ان يبقى الفريق اللي قدامهم هو المرشح الاكبر او هو حتى يبقى ليدنج في الماتش نفسه، لان هم خلاص اتحطوا في الموقف ده كتير، عارفين ايه المطلوب منهم، عارفين يقدروا يرجعوا ازاي. فهو ده كل ده اللي ادى المصطلح اللي الناس بتقول عليه شخصيه البطل، يعني هو دي حقيقه، مش مصطلح خيالي ولا حاجه، بس نتيجه تراكم المواقف ونتيجه ان هم فرقه بطوله، فرقه عارفه بتخش الماتشات دي ازاي. انشيلوتي مدرب اللي الناس بتهزر يمكن في كلمه ان هو بياخد اللي هو عايزه، بس هو فعلا بياخد اللي هو عايزه، يعني هو بيعرف كويس قوي يطلع من الماتش بالنتيجه اللي هو عايزها. كل العوامل دي ادت لريال مدريد الافضليه دايما في الشامبيونز ليج ايا كان اسم المنافس. شفنا السنه اللي فاتت في الادوار كلها يمكن الفريق اللي قدامهم هو المتفوق عليهم طول المباراه، لكن في الاخر ريال مدريد اللي بيكسب. صحيح. سواء ده كان مع بي اس جي او مع تشيلسي او مع مان سيتي نفسه او مع ليفربول في الفاينل. السنه دي يمكن لسه ما واجهوش الموضوع ده، لان المنافسين ليفربول كان في اسوء حالاته السنه دي، تشيلسي في اسوء حالاته السنه دي، فيمكن ده اول اختبار حقيقي وتقيل جدا لريال مدريد قدام سيتي اللي هو مش في افضل حالاته، مش السنه دي بقى في افضل حالاته بقى له 7-8 سنين. صحيح. لكن السنه دي التركيز كله على الشامبيونز ليج، رغم ان هم رجعوا عملوا كامباك في الدوري واصبح حاليا سيتي متصدر الدوري، لكن تركيز جوارديولا كله السنه دي على الشامبيونز ليج. ويمكن صفقه هالاند كان اساسها ان احنا المشاكل اللي بتواجهها في الشامبيونز ليج، الفرص اللي بتجيها في الشامبيونز ليج تتعوض، وده اللي فعلا هالاند اثبته السنه دي مع سيتي. فالنهارده يمكن فاينل مبكر، يعني الناس كلها متوقعه ان اللي هيكسب ماتش النهارده، يعني ماتشين النهارده والاسبوع الجاي هيبقى هو الفرص الافضل جدا. بس طالما ريال مدريد عنده الخصائص اللي حضرتك تفضلت بذكر البعض منها، مش من باب اولى يبقى محافظ على صداره الدوري من منطلق ان هو في الدوري بيقابل خصوم يعني نسبيا اضعف شويه من اللي بيقابلهم في يعني في الشامبيونز ليج، ولا حضرتك شايف الصوره ازاي؟ هي دايما دي معضله شويه عند انشيلوتي، ان هو بيبقى في افضل حالاته الذهنيه والتكتيكيه والفنيه في البطولات اللي هي زي الشامبيونز ليج، البطولات اللي بتعتمد على جروب ستيج او ماتشات ذهاب وعوده بعد كده في الماتشات الاقصائيه يعني. والدليل يمكن ان انشيلوتي هو اكثر مدرب في التاريخ واخد شامبيونز ليج، واخد 4 شامبيونز ليج سواء مع ميلان او مع ريال مدريد، هو انما قصاد ده في مسيره تدريبيه عدت ال 20 سنه واخد مثلا 4 أو 5 دوري. فده رقم غريب جدا، يمكن هو المدرب الوحيد في العالم اللي عنده المعادله دي. فده يمكن حاجه ممكن تكون ميزه عند ناس، ممكن تكون عيب عند ناس ثانيه، لكن دايما زي ما بقول لحضرتك ريال مدريد في الشامبيونز ليج خاصه من وجود انشيلوتي بيبقى تركيزه اعلى حتى من المسابقات المحليه. رائع جدا. هتنورنا امتى يا دكتور عادل بقى؟ ما اقدرش اتاخر يا فندم. خلاص نظبطها مع بعض عشان احنا بنسعد بوجودك معانا. دي بس سؤالين من بتوعك اللي ما قابلهمش اجابه. ميرسي يا دكتور عادل، نورتنا دكتور عادل كرايم الناقد الرياضي. عندي سؤال ما لهوش اجابه. انا عندي سؤال، انا ما بنساش الطلعه نفسها، انا عندي سؤال ما لهوش اجابه. بس ما كانش ليه اجابه. عارف ان هو قسم الاسئله التعجيزيه للضيوف. بس هو ما كانش ليه اجابه فعلا، فاكر انا مش فاكره السؤال، بس هو ما كانش ليه اجابه. انا فاكر بس السؤال على كل حاجه. طيب احمد نرجع لك مره ثانيه، واحنا كنا بنقول ايه؟ والله كنا بنشكر في ميسي، بس انا لو قعدت اتكلم على ميسي يعني هنقعد لحد الساعه 10 بالليل، فاحنا نسكت الموضوع. حصل ده كنت مستني يقول والنبي يا اختي ما فاكر، ده الرد النموذجي للسؤال ده. مش فاكر الله فكر. احنا كنا اخر يعني الجزء الاخير من كلامنا كنا بنتكلم على ريال مدريد برضو والماتش القوي اللي هيلعبه النهارده او هيلعب النهارده مع مانشستر سيتي. وانا عايز ارجع اقف تاني شويه برضو عند هذه الظاهره الكرويه الغريبه اللي اسمها هالاند، يعني شخص عجيب. انت هتقعد تتكلم على هالاند لغايه لما حد هو عجيب. انا هتكلم على ميسي. مفيش حاجه ما اتكلمش على هالاند. هو بس بيحبه. بص اي حاجه، انا كنت عامل حلقه كده عن هالاند يعني، كنت محلل الاداء بتاعه،
هو هالاند ذكي جدا يعني. هو في ناس، بس انا عايز اوضح حاجه عشان ناس كثيره قوي بتقول اصل هو لعيب عادي بيحط جوانه كلها تاب ان، اصل هو بيلعب في مانشستر سيتي فالكوره بتجي. لا الكلام ده كله غلط. هو ليترلي بيعمل كل حاجه في الكوره. انت لو شفت ماتش ارسنال بتاع الدوري الاخراني ده، هو رايح على الجون لوحده بتاع اربع خمس مرات، يعني هو مضيع اربع خمس اجوان. انا اول مره في حياتي اشوف مهاجم الجون بيلعب ضربه مرمى بيلف بالمدافع من نص الملعب بروح انفراده. لا هو فعلا، وبصوا على صعيد الغزاره التهديفيه هو ظاهره، لكن في ناس بتقول لك انه ما عندوش الفنيات اللي ممكن تلاقيها عند لعيبه. ده طبيعي، ده طبيعي. معلش انت عندك ميسي مقفل الكوره وهتلاقي واحد قاعد على القهوه يقول لك اصل هو مش عارف ناقصه ايه. بص ده طبيعي يعني، الناس اختلفت على الاديان فاكيد هتختلف في الكوره دي، وجهات نظر، فاهم قصدي؟ بس لا يعني انا لازم لما اجي انقد حاجه انقد نقد بناء او اقول حاجه واقعيه. لا هو بيعمل كل حاجه في الكوره، بيقف صح وعلى طول سايب مسافه بينه وبين المدافع، واقف بميل. لا هو فعلا هو باكج متكامله يعني. هو مشروع بقى بالون دور الفتره الجايه هو ومبابي، يعني بعد ميسي وكريستيانو هيبقوا هيروحوا بعيد يعني بصراحه. الاثنين هيكسروا ارقام كتير قوي يعني. بس انت يعني خليت عندي كده قلق، اكيد اي حد كمان زي من الناس اللي بتحب بي اس جي لما نيجي نتكلم عن الفرقه اللي كانت بص انا بحب بي اس جي بصراحه، لان مش هقول على الدوري الفرنسي، هو بينافس نفسه في الدوري الفرنسي، بحب فرنسا بس انا بحب باريس جدا. وهو ضامن نجوم بنحبهم يعني، بحب نيمار، مبابي بصراحه بحبه، هو ممكن يكون في حته النفس انا زي ما تقول انا بحبه يعني. فميسي يعني ماليش فيه قوي بس بحبه برده، مش وحش. لا عشان انا بحب كريستيانو، هو مفيش غلط. بس ميسي استوعبت بقى يا بلهاش كده، احنا بنتكلم على كريستيانو. بس فعلا ليه دايما يقول لك انت كريستيانو ولا ميسي؟ طب انا ممكن احب الاثنين. انا بحب الاثنين جدا. انا قلت لك كده قبل كده يعني. بصي هقول لك على حاجه برضو، في نقطه غلط يعني. الناس كلها مثلا بتقول ايه، بستغرب ان واحد اصلا لعب كوره بيطلع يقول كده، يقول لك ده انا بحب ميسي اصل ميسي موهبه. واحد تاني يطلع يقول له لا انا بحب كريستيانو اصل كريستيانو هارد وركر. لا على فكره هو كريستيانو هارد وركر جدا وعنده موهبه جامده جدا. طبعا. وميسي موهبه جامده جدا وهارد وركر جدا جدا يعني. اصل هو اللي متشاف، هي خلطه نجاح على من كريستيانو رونالدو حتى في السوشيال ميديا بيديك انطباع ان هو فعلا صناعه، لكن ميسي في مساحه للفطره اكبر. انا معاك، بس خلينا متفقين على حاجه، في لعيبه موهوبه اكتر من ميسي كتير يعني. رونالدينيو موهوب اكتر من ميسي يعني، فاهم قصدي؟ رهيب صح. بس رهيب. ميسي بقى له 17 سنه هو نفسه قال كده. تخيل يعني ايه واحد بقى له 17 سنه بيتمرن كويس جدا، ظابط اكله، بيتمرن مرتين في اليوم. هو فعلا هو باكج يعني. مش فاكر كان كاسانو او كان لعيب جامد قالك دول مجانين. انا مش حد زيه على فكره، مفيش حد حتى قريب منه. لان هو ما انت معلش انت دي نيلسون ده كان حريف جدا بتاع البرازيل فاكره. أيوة كان أيوة. بس هو امكانياته البدنيه وبتاع مش رونالدينيو عجيب. لكن رونالدينيو نفس القصه ما كملش. لكن انت عندك ميسي وكريستيانو، لا الاثنين متكاملين. بالمناسبه في الكام يوم اللي فاتوا، بس اللي انا هقوله لك ده مجرد كلام سوشيال ميديا الله اعلم مدى صحته ايه، بس كان في كلام داير عن ان نيوكاسل بيفكر ان هو يضم لصفوفه نيمار وكريستيانو رونالدو ياخدوه من نادي النصر الاثنين. والله انا اتمنى يعني، كنيمار ممكن تبقى ستيب باك شويه عشان سنه اصغر، ككريستيانو نفسي يروح نيوكاسل، بس يعني اعتقد صعبه يعني. ما اعتقدش ما كان راح من الاول لو كان ده وارد. يعني ما اعتقدش ان كده، اصل نيوكاسل بقى بروجكت جديد وهتلاقيه عايز يجيب لعيبه صغيره كتير. فاهم قصدي؟ هتلاقيه عايز يجيب بقى لعيبه صغيره كتير ويبني وبتاع. ما اعتقدش ان هم هيجيبوا كريستيانو يعني، ما اعتقدش ان النصر هيسيب كريستيانو اصلا، لان هو عامل في السعوديه قلق وعامل لهم دخل وسبونسرز يعني عامل لهم. هو كان مشروع دوله مشروع اكتر كان من فكره مشروع ان انا بجيب لاعب عندي يعني. بالظبط، هو مشروع يعني، ما حدش كان يعرف. بس هل هينهي تفتكر يعني مسيرته هناك كلاعب؟ وممكن طبعا يكمل بعد كده كمدرب. لكن كلاعب انت بتعتقد ان هو هينهيها هناك؟ اعتقد انا لا. شوف بقى انا اعتقد لا، بمنتاليتي كريستيانو ان هو يرجع اوروبا. انا نفسي يرجع اوروبا. اي ثينك ان هو مش هينهي مسيرته كلاعب هناك. يا رب والله. انا نفسي يعني، بصي انا ميسي جدا بس انا نفسي كريستيانو يرجع اوروبا في الحالتين. بغض النظر عن ده كله، خدت بالك وشها نور ازاي لما ابتدت تتكلم عن كريستيانو رونالدو؟ ايه ده؟ ايوه حسيتها مبسوطه. وبعدين فاهم يعني، امدح بس. هو برضه خلي بالك، هو كريستيانو الحقيقه برضه هو شخصيه على المستوى الشخصي كمان بني ادم كويس جدا على فكره. الاثنين والله، وانساني كويس جدا يعني، الشغل الانساني عنده كويس جدا. الاثنين هو كباكج لاعب كويس يعني، لو انت جيت قارنته. لا هو مش لاعب كويس، هو لاعب، هو فاجر. لا انا طبعا يعني كلاعب الشق الفني رائع والشق الانساني رائع. فعشان كده انت بتيجي تبص لده وده بني ادم تلاقي لا يعني اللي هو واو. فكرك لو اتجه للتدريب ممكن يبقى بنفس القدر من النجاح؟ ممكن جدا. هو برضه ليه كاريزما وشخصيه كده. طبعا انت شفت فاينل 2016 بتاع اليورو لما كان اتصاب في اول ربع ساعه ووقف على الخط.
كان مش طبيعي. الروح اللعيبه كانت بتلعب عشانه اصلا. هو عنده روح وعنده كاريزما لا وذكي طبعا وكريستيانو يعني فاهم اللي هو انت كلاعب يا كريم كلاعب ان ايا كان مين اسمه ان كريستيانو مدرب زي زيدان مثلا زيدان فلعيبه ريال مدريد بص اسامي عامله ازاي بس كان زيدان فاهم. احنا للاسف وقتنا خلص يا دوب نلحق نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا نورتنا. ربنا يخليك انا اللي مبسوط جدا والله ان انا معاكم. فقرة جميلة كالعادة أحمد هنشوفك أكيد مرة تانية إن شاء الله أكيد. بنشكر حضراتكم أكيد حضرتك ولا أنا؟ لا أنا زي الفل. أنت تمام؟ أنا عن نفسي زي الفل وضميري مستريح. هتيجي نطلع من غير ما نختم بكرة إن شاء الله.